إذن مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة أخبار الفجر المغربية والفجر الأسبوع، مرحبا بكم في هذا اللقاء اللي كنا علمنا عليه أنه غادي إن شاء الله نستضيف فيه سيد وائل حينا الكاتب العام لفريق النادي القنيطري لمعرفة ما يجري ويدور في فلك الفريق القنيطري الغالي على كل القنيطريين. سي وائل، اليوم ما غيكونش حوار كلاسيكي بين إعلامي وبين مسير، اليوم انت غتكون في مواجهه اسئله الجمهور، ان الجمهور القنيطري باغي يعرف اشنو كاين داخل النادي القنيطري وما كاين محسن السي وائل. بين قوسين الاسئله اللي وردتنا كيقول لك وائل هو اللي كيسير فريق النادي القنيطري. اولا مرحبا بك. الله يبارك فيك السي الشباخ، ومرحبا بالجمهور الكريم، وشكرا على الاستضافه. اش كتقول في هذه النقطه؟ كاين الجمهور القنيطري كيقول لك وائل هو العقل المدبر داخل النادي القنيطري في غياب وجود الرئيس الفعلي. طبعا الرئيس كاين المهام ديالو كامله كيديرها على اكمل وجه. حنا خدامين، حنا سته دابا، كاين المكتب فيه 10، كاين سته هما افكتيف، كاين الرئيس، كاين نائب الرئيس سليمان، كاين مهدي بوبويا، كاين اسماعيل غور، كاين هادي الشباطه، كاين عبد الصمد فروات. هادو اعضاء في المكتب ديما كاينين، كنا كنديروا دو رينيون في السيمانه تيكون فيهم الجميع. مره رئيس تيتغيب، علاش بنادم لاحظ غياب الرئيس هاد الايام هاد الاشهر؟ حيت جاه العمل ديالو، العمل الشخصي ديالو جاه في طنجه، كيف بلا مستقر في طنجه وعنده عمل زعما تريسي في الملعب ديال طنجه، هو مهندس ومسؤول على الشغل في الملعب ديال طنجه، ما بقاش كيجي لقنيطره، ما بقاش كيكون في قنيطره كل نهار باش الناس يشوفوه كل نهار، ولكن راه في المباريات راه تيكون في الاجتماع ديالنا، تيكون اي مهمه ديال الرئيس اللي منوطه به تيديرها، التواصل مع الجميع تيديرو، تيمشي للجميع. هو في الناس شافوه غبر شويه حيت ما جاش واحد ثلاثه ديال اللقاءات، ولكن هو راه كاين معنا. على ذكر انني انا هو اللي كنسير فعليا، ولا انا راه ديما تنكون مع الاخوه اللي معايا، تناخذوا القرارات كاملين، ممكن تشوفوا زعما تسولوا حتى هما. مع كنا عشناها في مكاتب اخرين، كتسمع في المكتب تيقول لك راه واحد السيد هو اللي تيتحكم. هاد الساعه الا سمعتوها من المكتب ديك الساعه نقدروا نقولوا هاد الفكره تقدر تكون صحيحه. اما دابا حنا كاملين تنمشيو لونطريمون كاملين، تنجيو لونطريمون كاملين، كنديروا اجتماعات كاملين، عمري ما تناخذ قرار بوحديتي. بعض المرات وي، بعض المرات نائب رئيس كياخذ من راسه، بعض المرات رئيس كياخذ من راسه. حنا كنا واحد الوقيته تنطالبوا بيكون بزاف ديال الناس تيخدموا في المكتب، حيت كانوا قاعدين تيقولوا التسيير الانفرادي وكذا. دابا فاش ولاو بزاف الناس تيسيروا، ما بقاش داكشي متمركز غير على الرئيس، ولا عاوتاني مشكل فينا هو الرئيس. الرئيس جميع المهام ديالو اللي خصو يديرها تيديرها، لي سينياتور اطون، اي حاجه خصها تسينا اطون، كيفيري في اي حاجه. وحنا راه مع انايا في الكتابه العامه، كاين سي امين المال تيدير الخدمه ديالو حتى هو على اكمل وجه، كاين النواب ديالنا حتى انا. واحد الوقيته راه خبات بريسك ان موا ادمي سافرت الكونجي ديالي عادي، ما الفرقه ما حبساتش، بقاو هما اللي خدامين. كون كانت بصحه هذه كانت الفرقه تحبس هذيك الساعه، وجات في الوقيته ديال لاكسيدون، انا كنت في قطر، جات لاكسيدون انا في قطر، الفرقه ما حبساتش. هادشي غير هاد الفكره هادي تضحك، ان المكتب راه فيه غير واحد ولا جوج تيسيرو، كاين اخوان تنتعاونوا، ما كاينش انا، كاين سليمان، كاين سليمان، كاين خالد، وهي غادر. الرئيس عنده دابا ظرف، ما ساكنش دابا في قنيطره في هاد الشهرين هادو اللي فاتوا، ما يمكنش نلومو على العمل ديالو ولا نقولوا له خرج من العمل ديالك باش تكمل في رئاسه النادي. وهو حنا ما كرهناش يكون عايش رئيس، من بعد هذا الرئيس يكون بحال خالد في حب ديال الفريق وفي العمل وفي داكشي اللي كيدير كامل، وانه عاطي لا ليبرتي الناس ديال المكتب باش حتى هما ينتجوا افكار وحتى هما يخدموا. سي وائل، دائما ضمن اسئله الجمهور والمتتبع كيسال على الطموحات ديال المكتب المسير هذه السنه، خاصه ان بدات كتلوح في الافق، ان الفريق بدا كيفقد ديك البطاقه ديال الصعود، لان الان بعد على الرتبه الثانيه بسته ديال النقاط. كيسول واش غادي يكونوا شي انتدابات جديده في حال ما قدر الله ما تصعدش الفريق هذا الموسم؟ على الطموح، باقي الطموح هو الصعود، ما يمكنش تبدل الطموح في وسط الموسم ولا نجي نقول لا ما بقيتش لاعب على الطلوع. باقي الكومينيكاسيون مع المدرب ومع اللعابه، الهدف الاول هو الصعود. دابا القضيه حنا على ست نقاط من لا دوزيام ايكيب، باقي عندنا معاهم ماتش ديريكت، خصنا هاد السيمانه خص يكون عندنا الديكليك ان شاء الله، وما يكون عندهم هما نتيجه سلبيه راه غنرجعوا في لاكورس ديريكت. خصنا غير ما نحطوش يدينا، حيت اسهل حاجه راه هي تحط يدك السي عمر تقول انا ما لعبش على الطلوع، تبدا غير وترخي الامور. حنا ما يمكنش حنا نسمحوا في هذاك داكشي اللي بديناه من الاول ديال العام على ود 6 بوان. دابا الفرقه الثالثه ا 4 بوان من
من لا دوزيام بلاص لا الثالثه ا 4 بوين حنا باقين ا 6 بوين من الدوزيام ا 7 بوين بريمير ان ديفيت ديالهم ربحوا حنا غيولي 4 3 ما زعما باقي خصنا ما خصناش الرخاو يدينا دابا خصنا نكملوا حتى يكون حسابيا ما يبقاش البوسيبيليتي باش نطلعوا داك الساعه نقولوا راه ما بقيناش اما دابا باقا ما كايناش ندمروا الفرقه ونزيدوا ندوروا الافكار السلبيه واللاعبين ندخلوا لهم في راسهم ان ما بقى والو ونديموتيفيهم خاص دابا كل شيء يبقى متجند باش نحاولوا نلعبوا على الطلوع الا ما كتبش وطلعنا راه ما كتبش وطلعنا ما نهطوش يدينا قبل ما يكون داك الشيء حسابيا ما بقاش الشق المالي هناك اسئله كذلك كاين سؤال اخر على قبل الانتدابات في الصيف لا حنا ما عندكم مورا هذا الموسم ما غاديش نكملوا باسكو في هذا سؤال ممكن تطرح على المكتب الجاي هو اللي يقدر يجاوب حنا ما غاديش نكملوا اذا هذا كيجرني لواحد السؤال اللي كيتوصل به كيقول لك انكم الان بصدد تجمعوا الفلوس وتمشيو بحالكم تترضوا الدين ديالكم وتمشيو احنا في شهر 10 درنا ندوه صحفيه هنا وقلنا للجميع اننا حنا مستعدين الخير الفرقه الا جا شي واحد اللي يقدر يشدها وما يخليهاش تحبس حيت راس الحاجه شي صباح دابا نجي نقدم استقاله ونمشي لا غد ليه سهله اي واحد ممكن يدير هذه يتخلى ويسمح في المسؤوليه حنا شنو قلنا لهم قلنا لهم اللي قادر يسير الفرقه او كنت يسير صباح في الندوه اللي قادر يسير الفرقه يجي من شهر 10 ماشي دابا اللي خايف على فلوسه ولا عاطي شي فلوس وخايف عليها راه ما يقولش على هضر اصلا راه خصو يخاف دابا انا كون جا مثلا شي واحد شهر 10 وقال انا بغيت نشد فرقه كاين ديال الفلوس مثلا ولا نجاوبك بعدا على الفلوس ما كنردو حتى شي فلوس ديالنا من العام الفايت راه جينا في جمع العام وكانت كانت لا سوم كونسيكونت في الاخر العام وقلنا لهم بلي حنا ما كنسالو والو الفرقه وحتى دابا تنقول لهم ما كنسالو والو الفرقه وحتى واحد ما تيرد فلوس ديالو الناس كيخلطوا الامور انا فهمت السؤال الناس تيخلطوا الامور كاين في الاول العام كتجي عندك فورنيسور عندو ديال الحوايج مثلا عندو 100,000 درهم تيجي تقول له غنخلص لك الترونش الاولى والترونش الثانيه عطاك الترونش الاولى في شهر 9 والترونش الثانيه في شهر 2 هادي واش داين هذا ديالنا حنا هذا داين ديال الفرقه لا دخلت الفلوس في شهر 2 غيتخلص بها داك الفورنيسور حيت عطى امور ديال الفرقه ديال هذيك السنه اما يبقى يقولوا الناس كيردوا فلوسهم والله العظيم شي واحد ما رد شي فلوس حتى شي واحد ما ردش ريال ديالو شخصي اللي عطى شي حاجه راه متفقين بيناتنا اللي ما قادرش يعطي شي حاجه وما يردهاش ما يعطيهاش لكن سي وهادشي اللي خصو يبقى يكمل سي وائل ضمن الاسئله كيقول لك اسالك انتم كنتوا في اللجان مع الرئيس السابق وكنتوا رفضتوا التقرير المالي ولكن دخلتوا على هذا السيتياسيون ما لحقكمش التشكيل وحنا ما شكيناش دابا فين شكينا دائما كتقول كاين ازمه ماليه لا ازمه ماليه كاينه هذه حقيقه ما يمكنش ما نقولوهاش هذه كاينه حنا دخلنا عليها وكنقادو فيها وما يمكنش حنا بوحديتنا في ظرف عامين تحيد مليار ونص فاش تلقى مليار ونص كريدي فاش كتجي كيفاش غتحيدها في عام ولا عامين خاصك كل عام تجيب 750 من عندك تعطيها باش ما تبقاش مديونيه راه داك الشيء حساب زعما الفلوس باينه الحساب ديالك مليار ونص ما يمكنش تحيد في عام هذه باينه الا جا شي واحد عطى مليار ونص والا كان هذا الواحد غير يبان راه ما انا ما باش لي الا بالك سي عمر قولوا لنا حنا تنجاوب على الوضعيه الماليه وعلى هادشي يقول لك راه تيتسناو يردوا فلوسهم هضره خاويه فلوس تتسال الفرقه لاعب في الاول العام خاص يعرفوا منين جاي الاصل الازمه هذا العام هذا في الاول العام خدات الجامعه قرار الا ما صفيتيش لي ليتيج اللي عندك ومحكومين من مورا واحد لاطات ما غاديش ريكروتمون حنا شنو درنا شدينا لاعبين كان في الاول تقريبا 200 مليون هذه في الجامعه الا ما درتيهاش ما تكاليفيش اي لاعب جديد يعني خصك تلعب باللاعبين ديالك حنا كنا خدينا قرار باش نتفاهموا مع اللعابه اللي كيسالوا كدير معاهم لا بريمير ترونش دوزيام ترونش تروازيام ترونش حنا هذا غيجرنا المداخل ديال التذاكر انا تندير مع اللعاب شهر 9 نعطيه مبلغ شهر 12 مبلغ وشهر 3 مبلغ هذا اللاعب تيسال قديم ماشي انا ولكن بلوكاني في الجامعه وصلنا لشهر 2 عندي ملعب ديال عندي المداخل ديال الملعب واش ما غنخلصش بها الديون ديال الفرقه اللي هذوك الديون ماشي حنا اللي درناهم هذوك الديون فكيناهم خاصهم يتفكوا باش الفرقه تزيد ماشي اي دين دابا راه كاين الدين ديال الرئيس سي ودود ما كنفكوش فيه باقي ما فهمتي حنا ما مبلوكيناش في الجامعه تنفكوا الديون اللي ضروري خصك تفكها ودابا فاش غيجي المكتب الجاي في العام الجاي بغا يدير الميركاتو غيلقى واحد 100-120 مليون خاصو يخلصها تمتم عاد يقدر يروكروتي وتقدر وما حد الاحكام تزيد والمونطون تزيد تقدر يلقى حتى 200 مليون كما لقينا حنا في العام الاول
يعني اللي غيجي خاصو يجيب فلوس باش يديبلوكي لا سيتياسيون. كيعجبنا ان النزاعات ما بقاش الجامعه ما بقاش طرف هذه النزاعات. لا الجامعه كتعطي دابا شنو دارت الجامعه؟ دابا تنصح ثاني واحد القضيه، راه قريت الاسئله كاملين حتى انايا وزعما شفت وقيدت ومارك. الجامعه اش دارت هذا العام؟ قلت لك انا في الوسط ديال المنحه ديال الجامعه غنعطيها لك كامله 120 مليون سنتيم. وانت انت الفرقه هذوك لي ليتيج اللي عندك فكهم عاد نعطيك لي ليسونس. خذ الفلوس تاخذهم وسط العام، ولكن لي ليسونس لي ليتيج اللي ما فكيتيهمش ما غاديش تريكروتي. في الاول العام خدينا 17 مليون ونص، ما خديناش 40 مليون، خاص الناس يعرفوا هذه. علاش؟ حيت كاين واحد اللاعب سميتو ربيع جليد خدا الشطر الاول في المنحه ديال السنه الماضيه. وهاد في الاول فاش كانوا هما بداو يقطعوا ليه واخا خداو هما داك القرار قال لك غتاخذوا فلوسكم كامله الا هذوك اللي بدات التسويه ديالهم. سكي في المنحه الاولى خدينا 17 مليون ونص، المنحه الثانيه غناخذوا 40، المنحه الثالثه غناخذوا 40 ان شاء الله. على قبل التذاكر انا نجاوب بالزربه. لكن ما كذلك التذاكر لما غيدخلوا في هذا الشق غير كاين المبالغ قال لك خياليه ديال المدخول ديال الملعب. كاين حلال بويز كانوا جبدوا 15 جمعوا 15 مليون، والمجلس البلدي كان شاف على المنعشين وعطاو 20 مليون. 40 يعني كل 40 مليون كل هاد المداخل كاينه واللاعبين كيتشكاو ما مخلصينش. حنا نهار الاربعاء المقبل واللاعبين ما مخلصينش. انا معاك انا نقول لك الاربعاء المقبل غنحطوا التقرير حتى لحد شهر 12، حيت حنا التقرير ما تنحطوش غير فاش كيصايبوا امين المال مع الكونطابل ديالنا. خاصو يدوز عند الكونطابل والاكسبير كونطابل تيقولوا لنا اوكي باش كنحطوا تنكونوا مرتاحين. داكشي علاش كاين الروطار حيت ما تيديبونتيش لينا غير حنا. حنا غنحطوا نهار الاربعاء المقبل وغيشوفوا فيه كاع داكشي اللي دخل حتى شهر 12. وداكشي واضح دخلنا تقريبا 2 مليون 440 مليون لا بقيت عاقل مزيان. فيها نص داكشي قديم ماشي حتى ديال المكتب ديالنا، قديم من الوقيته ديال السي وادود ووقيته السي الحلوي تنخلصوا فيها هذوك اللي تيتصدروا عليهم. والنص هو اللي صرفناه على هذا الموسم. غير الناس خصهم يعرفوا ان هاد اللاعبين هادو دابا اليوم اللي تنهضروا تيسالوا ثلاثه البريمات ديال التعادل وكيسالوا اربعه ديال الاشهر ديال الصالير وتيسالوا لي ترونش ديالهم. لاعبين المستخدمين؟ لا المستخدمين اكثر عندهم لي صالير اكثر، تيسالوا لي صالير اكثر من اللاعبين. هاد اللاعبين يلاه بداوا في شهر 9 مستخدمين راه جايين ديما معانا عندهم لو كوميل اصلا. المستخدمين عندهم 10 شهور قديمه قبل ما نجيو حنا لقيناهم تيسالوا 10 شهور. هذاك موضوع اخر. قلت لك على اللاعبين ما مخلصينش، حنا الفلوس فاش كتدخل راه تنصرفوها على الفرقه كامله وراه غنبينوها في الرابور. غير هو المصاريف ديال الفرقه الناس اللي ما عارفينهاش كامله. كاين المداخل ديال الفرقه الاولى اللعاب تيشد صالير. حنا راه المداخل ديال الملعب كانوا تيدخلوا، انا نقول لكم المداخل ديال الملعب في انتظار داك الرابور اللي ما غيكونوش في مداخل الملعب حيت حتى شهر 12 اللي غيبانوا في مداخل الملعب ديالنا تندخلوا حتى شهر 1. سمحوا لي الماتش الاول دخلنا 16 مليون سنتيم، الماتش الثاني هو اللي كان فيه جمهور كثير فيه 22 مليون سنتيم، الماتش الثالث فيه 12 مليون سنتيم هو ديال مريرت. كان الجمهور كان غضب، كانوا نتائج سلبيه. والماتش هذا ديال هذا الاسبوع دخلنا 16 مليون ونص من هذه المداخل. كيفاش حنا تنخدموا؟ تنشدوا هذه المداخل هذو كلهم واخا تجمعها كامله ما تدخلش لك صالير ديال كل شيء. اش كنديروا؟ تنعطيو بريم للعابه كاع هاد اللي راه كل ماتش راه تنعطيو بريم من هاد الفلوس اللي داخله للجمهور. كل لعابه تيدخلوا واخدين بريم ولا تياخذوها نهار اثنين ولا ثلاثه وتقدروا تسولوهم وتاكدوا معاهم. داكشي اللي بقى راه ثاني ما تيبقاش راه باش تعرفوا الاسبوع ديال الويكاند ديال لي جون ديالنا تقريبا سبعه الفراقي راه او موا كيديو لك واحد 25000 درهم مصاريف ما بين لي ديبلاسمون ديال لي جون وكل شيء ديالهم. 25000 درهم الفرقه الاولى هي تتمشي للوطيل تتمشي تتاكل، راه كاين مصاريف فريمون كثيره. كاين لي زوطيل كاين ريستوراسيون كاين تنخلصوا عاوتاني هذاك الشيء شي واحد تيسالنا عنده ترونش ولا كيسال شي حاجه راه تنقدروا نعطيوها لهم هاد الفلوس. راه كاينين الاولويات الفرق. حنا تنقولوا اللاعبين ديما غياخذوا بريم، وفاش غتدخل المنحه نعطيهم صالير، وفاش غادي تدخل المنحه ديال البلديه غنعطيهم لي ترونش. اللاعبين متفقين معنا على هادشي عارفين هادشي. ولكن كيديروا اضراب اسم متفقين دابا اضراب. حنا من النهار اللي جينا النهار اللي جينا عمر ما كان شي نهار الاضراب غير الناس تتقول اضراب. ما عرفتش شكون اللي كيدير اضراب. انا عمري عشنا نهار الاضراب. تيكون بعض المرات تيكون غضب اللاعبين عادي كيطالبوا مستحقات، ولكن عمرهم ما قاطعوا
عمرهم ما قاطعوا التدريب. تيكون داكشي فرداني واحد باغي لا ترونش عنده مشكل ما تيبقاش يجي تيطرا هذاك المشكل. لكن اضراب جماعي في راكه ما كايناش هذيك ما كاين حتى نهار. كاين الناس تيبقاو يكتبوا راه داروا اضراب وما كيترينيو انا تنكون في لونطريم ما تنفهمش شنو الغرض ديالهم من هادشي. راه غادي يكون واش كي واش باغيني موتيفيو اللعابه يديروا اضراب؟ شنو الهدف ديالهم؟ واش اللعاب حنا تنجلسوا مع اللعاب اللي كون ما كانش اصلا تيثق فينا حنا تيثق في المكتب راه ما يكملش معاه من الاول هو تيساب. ولكن راه العام فايت عشنا نفس التفاصيل. شافوا انه كتدخل منحه ما تمشيوش ناخذوا حنا فلوسنا بحال اللي كانوا كيديروا الناس الاخرين تنعطيهم فلوسهم. راه شحال من لاعب كان معنا عارف راسو راه دخل منحه كبيره راه غياخذ الفلوس ما تيبقاش ما كاينش داك اللصوصي خايف ان هادو راه غيدخل الفلوس غادي يصيف ياخذوا فلوسهم. هذاك اللصوصي اللي كاين ديما حنا عمرنا خدينا فلوسنا ماشي منحه. تجي الفلوس تنقسموها على اللعابه بداكشي بما يرضي الله. وكاين حتى واحد الاشاعه انك نخلصوا البراني وتنخليه ولاد بلاد ولا العكس. اقسم بالله العلي العظيم ما كاينه هذه. اقسم بالله عمرنا ما درناها. وسولوا ولاد البلاد واش عمرها دارت؟ راه حيت باش كيعرفوا هما شنو اللي تيبقى يدير هما فين بنادم تيمشي تيلعب في داك التفاصيل اللي فيها ديما الشيطان. شنو تيدير؟ تيسول اللاعب تيقول واش دارت لك بريم؟ تيقول له لا. تيمشي تسول نفس اللحظه لاعب تيقول واش دارت لك بريم؟ تيقول له اه. هو شنو المشكل اصلا؟ انت بونكي انا عندنا حنا عندنا سياش ولا بنكه اخرى. اللاعب اللي عنده ما خصنيش نقول عنده بنكه اخرى غتبان عنده في نص النهار ما تبانش. كاين اللي كتاخذ 24 ساعه كتاخذ 48 ساعه ولا كان السبت والحد كتمشي حتى الثلاث ولا الاربع. وكاين اللي عنده سياش بحالو بحال الكاك كيبان عنده سير بلاص. وهادو فيهم لعابه ولاد البلاد ولعابه ماشي ولاد البلاد. كاين وهما تيعلموا صحابهم تيقول لهم راه خدينا. هذوك الناس اللي عندهم سوء نيه اللاعبين فاهمين ما عمرهم ما هضروا معنا على هذا السوجي. الناس في فيسبوك تتقلب لا كيخلصوا هذا ما تيخلصوش هذا. انا نعاون اقسم بالله ما عمره كان دلوكا ديال كنخلص هذا وما تنخلصش هذا. ولكن الاجواء ما ماشي هي الاجواء الداخل دابا شوف لا رجع غير باش كاين حادثه غير البارح جوج ديال اللعابه كي بدون ذكر الاسماء كيدابزوا في خلال التدريب شي لاعبين غائبين على التدريب صح. يعني دابا كاين لاعبين اللي غائبين كاين اللي مصابين بحال الكحل وخضري هادو لاعبين مصابين. الكحل الكحل ايوب الكحل انا نهضر عليهم هادو تصابوا والبارح جاو البارح ما جاوش. ايوب الكحل ماشي كاليفي تصابوا البارح لا لونطريمون كاين راه معاه. انا نهضر لك في الموضوع ديال الكاليفيكاسيون ديالو حيت هو راه كاين في الاسئله. هادو بنادم تيجي تلقى واحد مصاب تيقول لك راه ما جاش. كاين دابا لاعب واحد ما تيجيش لونطريمون حيت ما مخلصش هو زويل حيت كيسال مونطون كبير وباقي ما لقيناش معاه التيران دونطون. لاعبين كاملين تيجيو يترينيو. المناوشات اللي طراو بين اللاعبين راه ما كايناش كل نهار. البارح طرا صداع بين جوج لاعبين واحد تدخل على الاخر بخشونه ما تصداع بيناتهم راه عادي راه تطرا في الماتش. طرات في لونطريمون طرا مشكل الجماع خرجنا الدراري في الليل هضرنا مع اللاعبين هضرنا مع المدرب. الجماع المشكل اليوم راه هما تصالحوا كاملين والناس باقه الناس تتهضر بسميه العام وما يمكنش اللاعب تسامح مع خوه ورجعوا. كيفاش بغيتي السي عمر الناس ما يتخاصموش 30 واحد ما كاينش النقابه داخل الكونتر؟ ما انا ما انا ما تتبانش ليا دابا النقابه. النقابه على من؟ على حنا على المدرب الساعه ما بان لي والو. خاصه البارح مثلا المدرب كان جوج دابزو واحد خرجوا واحد خلاه. هذيك من الامور اللي حنا عاتبنا عليها المدرب قلنا له اصلا طرا مشكل خاص يخرجوا جوج تنتفاهموا معاهم جوج. هذا كان والخطا راه المهم حنا راه وفي الليل جمعنا الخطا حنا تدخلنا وجمعنا الخطا واليوم راه كاملين تصالحوا راه اللاعبين تصالحوا وما بقى حتى مشكل معاهم. غير ما يمكنش الناس يبداو كيهولوا الامور وراه جميع الفرق فيها مناوشات بين اللاعبين واحد ما تيلعبش واحد تيلعب ضروري تيكونوا هذوك المشاكل. كاين واحد السؤال خل الخلية الإعلامية موجودة ولكن كاين سؤال نعطيهم حقهم. قال لك الخلية الإعلامية للفريق تقوم بعمل رائع أعطاء إشهار وطنيا هل الظروف متوفرة لهذا الجنس تتماشى مع العمل؟ الخلية الإعلامية تدير واحد العمل اللي ما كاينش في البريمير ديفيزيون صراحة أنا فخورين بهم بزاف بربعة أربعة ديال ولاد قنيطرة صراحة كفاءة كبيرة تيخدموا بالقلب. حنا كنحاولوا نوفروا لهم الماكسيموم ديال الظروف اللي ممكن ولكن راه داك الخدمه كامله راكم ما كانوش هما ما دارش وكنظن حتى كما كانش هذا المكتب ما هذاش الدار لانه كتخلي البنادم المساحه فين يخدم كتخلي واحد الشاب مبدع باش يخدم. اما حنا الظروف راه ماشي عاطينهم الظروف ديال البريمير ديفيزيون طبيعه الحال ما بقاوش نكذبوا عليهم ولا حتى
هما ما تيديروا داكشي بحب الفريق، تنديروا حنا معاهم داكشي اللي ممكن نديروه، تنشكروهم على داك العام. هما اللي دابا تيرفعوا لينا مزيان. كاين واحد ديري لينا المشاكل مع واحد السؤال تكرر بزاف. اولا هي مناسبه غير باش نقول بعض الاخوان المنخرطين اللي طالبوا حق الرد من بعد هذه الجلسه مع سي وائل، حق الرد مكفول. حنا كداخل اخبار الفرج المغربيه والفرج السبور منفتحين على جميع الاعضاء، سواء المكتب المسير، المنخرطين او المحبين. حنا اخبار الفرج المغربيه جريده قنطريه، اكيد همها حتى هي همها الكبير هو النادي القنيطري. لا على حق الرد حنا ما قلنا والو. لا حنا المنخرطين ما كاين معاهم حتى شي مشكل. لا لان كاين واحد السؤال كيقول لك الحقيقه ديال التيار اللي كيتكون المنخرطين لاسقاط المكتب، واش في اخباركم هادشي؟ شنو كيفاش؟ كاين واحد التيار كيتكون. حنا دابا حنا خرجنا في شهر 10 قلنا لهم سقطونا، هما ما بغاوش. تيار حنا قلنا لهم اللي قادر يجي يسير راه يجي، وتنقول لهم دابا حنا العام الجاي ما غنكونوش، وماشي حنا اللي غنختاروا المكتب اللي يجي. هذه راه مهمه خصنا نقولوها. لا هذه دابا كتقول سي وائل ما نكونوش، راه ما تقدر تاثر على المسيره دابا ديال دابا. حنا دابا حيت ماشي وقتها، ماشي حنا عارفين ماشي وقتها وعليها ما تنبغيش نقولوها، ولكن دابا تيطرك باش تقولها. راه اللي خايفنا حنا غنزيدوا زعما العام الجاي، وغير يجي غير يبان على الجمهور، يجي معك السي عمر يجلس هنا يشرح للناس شنو باغي، وغيدخل دابا بغى يدخل في شهر مورا نهايه الموسم مباشره، يجيب لائحه ديالو ويحطها. راه حتى واحد ما قال لا، راه قلنا حنا في الندوه في شهر 10 قبل ما يطلبها منا شي واحد، قلنا لهم حنا ما بقيناش قادرين نعطيو نفس الامور اللي كنا كنعطيو العام اللي فات، وهاد الامور اللي كنعطيو هاد العام وهاد الطاقه اللي باقا عندنا هاد العام راه ما باغا ما تبقاش عندنا العام الجاي. اللي بغى يجي غير هو يقول لي وحقهم عاد نجي. الناس تيهضروا بسميات شي ناس، كنبقى تنهضر مع الناس تيهضروا بسميات شي واحد، ولكن هذاك الواحد راه عمرو ما هضر معنا ولا تواصل معنا. شحال من واحد تواصل معايا على شي رئيس نقول له بغى يجي يجلس يجي يجلس، ما تيجيش. وعمرنا رفضنا نجلسوا مع شي واحد. ما تيار ما تيارش عيب ما يصدعوش راسهم معنا. كاينش يديروا تيار ولا حنا دابا يقول لك سيروا نمشيو. المراحل الاولى ديالكم اللي تكلتوا بتسير كان جلستوا مع السي حكيم دومو، كان حط شي شروط ان يكون اعضاء من عندكم واعضاء من عندهم وسيروا، ولكن ما قبلتوش ليه؟ ديجا وضحنا هذا المشكل. دابا فاش جلسنا مع السي حكيم اللي ما عندنا معاه حتى شي مشكل، اكيد خصني تنتلاقاو تنضرب في التليفون تينصحنا تنسمعوا ليه مره ما تنسمعوش ليه مره، ما كاين حتى شي خلاف شخصي. راه دابا الناس تيهضروا بسميه ديال الحكيم تيبغيو يردوا ان عندنا خلاف مع حكيم نهار جا حنا شنو قلنا له؟ هو راه كاين، لو بغيتي تزيد ليه زيد، ما حنا ما نقولوش ما نزيدوش قدام. حط لائحه وجلس مع الناس ديالو راه ما داروش لائحه. حنا عمرنا جينا ضده هو ولا ضد اي رئيس تقدم وحنا منعنا. حنا فاش جينا حطينا لا ليست النهار الاخر ديال الترشيحات عاد تحطها حتى ما كان حتى شي واحد. على هذه الهضره ديال انك حيدتي هذا ما حيدتيش هذا، انا السي حكيم ما نقدرش نقول له. هو كان قال لنا ديروا لائحه مشتركه، حنا ما كناش مع هذيك الفكره. هذيك الساعه كنا اجتمعنا بيناتنا ما كناش مع الفكره، ماشي على السي حكيم، على اي واحد. كنا قلنا حنا غنجيو يا اما يشدها شي واحد الله يسهل عليه نعاونو ولا بغا ماشي مشكل، ولكن ماشي في المكتب ولا غنكونوا بوحدينا الا ما دخل حتى واحد. حتى دابا اللي بغى راه دابا محلوله، راه حنا تنعاود راه تنقولها سي عمر، وسولتيني العام الفايت في الندوه العام الفايت وقلت لكم اللي بغى يجي وراك تشوف. زعما حنا ما مانعين حتى شي واحد، اللي جا بغى العام الفايت يهضروا دابا فتح باب الخيران. من هنا تنقول لهم راه باب الانتخابات يتحل السيمانه الجايه، وراه محلول من دابا اللي جاب لي دوسي غادي ناخذ. والعام الفايت بقينا فاتحين باب الخيرات تقريبا واحد في العام واحد الربع شهور تقريبا كنفتحوا وتنمدوا وتنفتحوا. شحال من منخرط السي الشباط؟ جاو 11 منخرط، 11 دوسي المنخرطين حضروا معنا الجام العام، كاين اللي ما حضرش تفاليداو في الجام العام، صوتوا عليهم الناس كامل ما تمنع حتى شي واحد. 6 ديال المنخرطين اللي خلصوا الانخراط ديالهم من مورا الجام العام، 5 اخرين ما خلصوش، يعني اوتوماتيك ما بقاوش دابا منخرطين. كاين 6 المنخرطين جداد غنقولهم باش كلشي يعرفهم: عبد الرحمن الكحل، ادريس الرباطي، احمد بوجدي، رضا بوجدي، سعيد البناني، ورضا وعمو. هادو 6 المنخرطين اللي تفاليداو في الجام العام وخلصوا الانخراط ديالهم، الاخرين ما خلصوش. وحنا فتحنا 4 شهور ما جاو 11، 6 اللي كملوا بروسيدير حتى الاخر. هاد العام غنحلو وراه محلول، واللي بغى ينخرط يجي من دابا غير يحطها هنا ولا يتواصل معنا. حنا راه عمرنا حنا انا مشيت عند الناس خديت من عندهم
الدوسي ديالهم باش ما يقولوش راه الناس تيمانعينا ولا شي حاجه. اللي بغى ينخرط راه فرقه ديالو غادي ينخرط. هاد القضيه ديال كان الجمهور طلب يكون واحد التخفيض ديال السومه ديال الانخراط وكذا، حنا ما بغيناش ناخذوا حنا مبادره في جمع العام الجاي المنخرطين ياخذوا القرار بغاو ينقصوا السومات الانخراط ينقصوها، حيت هادي ماشي حنا اللي خصنا بوحدنا ناخذوا، حيت هذا قرار ديال الجمعيه هي الجمع العام ديال. ونقدروا كاع نديروا اجتماع قبل مع المنخرطين نحاولوا ننسقوا ونحاولوا نشوفوا ريفيزيون ديال البري، حيت هذاك كتريفيزي البري هي الفرقه ما تيدخلش ليها اكثر تيدخل ليها اقل. ام ساتوش با هذا المكتب ولا سيرتو حنا غاديين لجنه بغاو نقصوا ينقصوا ما عندنا حتى مشكل. كاين الجمهور كيسول الحاله ديال اللاعب ايوب الكحل، علاش ما تكاليفياش؟ واش لان انس عزيم تكاليفيا كلاعب؟ ها انس عزيم اللي هو الصفه ديالو مساعد المدرب، لا واش مكاليفي؟ لا ما عندها علاقه، هادو جوج حالات ما عندهم علاقه. نشرح لكم جوج في الاول العام انس عزيم تكاليفا كلاعب حيت ما عندوش ديبلوم اللي كيخول ليه يكون مساعد مدرب، دابا راه ديجا خدا الديبلوم ديال مساعد مدرب، هادشي تنهضرو في الاول العام. فاش طرات الحادثه ووقع ما وقع، حنا ايوب الكحل دايري الجامعه قالت لنا سولناهم على الانتدابات خصنا نخلصوا اكثر من 60 مليون، حنا كنا خدينا قرار ما كايناش الفلوس ما نزيدوش نغرقوا الفرقه باش نزيدوا. حنا شفنا مع ناس في الجامعه وشفنا مع واحد المهم واحد المحامي كونسي انه كاينه امكانيه ديال القوه القاهره تعطى لنا وديجا تعطات لفرق اخرين باش ناخذوا اون ليسونس ولا جوج ديال الناس اللي كانوا مضروبين، شكون اللي كان تضرب وما يقدرش يكمل معك الموسم، كان السي هشام العروي وكان السي انس عزيم اللي كما قلنا كان مكاليفي كجوار، سي في حتى هو عطانا مشينا معاه بيون بلاص. جا قرب يسالي الميركاتو، بقينا حنا كمكتب تنهضروا واش ناخذوا لو ريسك اننا نركريتي واحد اللاعب ونتسناو اللجنه تبت ويبقى واحد سيكوند سيكوند ونستافدوا من واحد المهم من لاعبين عجبنا تاع عباز ولد الفريق حتى هو كنا سنين معاه على اساس تا هو يتخالف بلاصه انس عزيم. كان عندنا جوج حلول كما قلت لك، يا اما حيت ما يمكنش تعرف قبل ما يسالي الميركاتو ما يمكنش تعرف واش اللعابه ديالك تاهلوا ولا لا، لا كوميسيون الكاليفيكاسيون ديال التاهيل ما كتبت في الدواسه ديالك حتى كيسالي الميركاتو، كيف الا ما سينيتيش مع اللاعب قبل ما عندكش كاع ديك الامكانيات، ما يمكنش كاع تفكر تزيد شي لاعب. كيف جلسنا قلنا حنا كمكتب غنشوفوا كاين امكانيه ندخلوا جوج لاعبين جداد في هذا بلاصه اللاعبين اللي تصابوا، وكاينه امكانيه يترفضوا جوج حوايج، يا اما ما نديروش هذا الشيء ونكملوا بالتكتيك ديالنا، يا اما نكملوا عندنا 50% دو شونس ان اللاعبين يتكاليفيو. مشينا في الطرح الثاني وعلى اساس الا الكوميسيون فاليدات داكشي اللي بغينا، الا ما فاليدات راه ايوب الكحل اي سوغ بري اون شارج باغ لو كوميتي، عادي الكوميتي اللي غادي يخلص، اسمع لي الكوميتي اللي غادي يخلص لي فري ديال ايوب الكحل اذا ما تكاليفياش، واخا راه فرق كبيره في بريمير ديفيزيون ما تيكاليفيو ديال العام، راه في البريمير ديفيزيون في الشطر الاول والثاني كاين فرق ما عندهاش نذكر الاسماء ركريتاو 6 7 لعاب ما كاليفيوهمش والفرقه تتخلص، راه عادي حيت خاصك تونجستري اللعابه كتسمى لونجستريمون سيستيم عاد كدوز مرحله التاهيل، هذيك مرحله التاهيل عندها علاقه بالليتيج وعندها علاقه بهذا حنا طلبنا هذه القوه القائره، وحنا كنا قراب الاسبوع اللي فات كاع الناس في الجامعه قالوا لنا صافي راه غادي تاخذوا لا ليسونس ديال ايوب الكحل، شويه قالوا لنا لا راه مشكل تنعاودوا نديروا اجتماع اخر ديال اللجنه وان شاء الله يتكاليفي، وحنا باقا نتابعين الدوسي وكنمشي كل سيمانه تنمشي للجامعه كنمشي انا بيدي هذه خدمتي ككاتب عام. مشاهدينا الكرام فاصل ونواصل. هذا الشيء كيجرنا الحديث على الضجه اللي كانت ناضت على واحد جوج اللاعبين كانوا مشاو للبحرين ورجعوا وعاوتاني نسات هذه القضيه، ولكن عاوتاني تحيات ان شي لاعب سميتو كيقولوا ملقب بولي انه مشى للبحرين مشي 50 مليون غادي هو دابا في البحرين، لا كيقولوا انه غيمشي للبحرين وغيتجنس كاع القصص دابا تجنيس حنا ما عندنا علاقه به، حنا تيجي واحد تيجي اجون تيقول لك انا الدري بغيتو لواحد الاكاديمي في البحرين ماشي يدخلش معاك واش غيتجنس ولا لا،
انت تقول له خصنا شنو هو العرض اللي عاطين، عطاونا عروض قبل ما وافقناش، بانت لينا قليله بحق هذوك اللاعبين، الدراري داروا عندهم ان تيست تما ورجعوا يديروا التدريب ديالهم، ها هما دابا باقين في المغرب والناس تكتبوا هذا مشى هذا بقى لا هذا ما تفاهموش عليه، هذا خداو فيه 40 هذا خدا 50، حنا تنقول باقا المحادثات دابا كاينه باقا على لاعب واحد، واحد راه ما تا الاكاديمية البحرين تراجعات شويه، كاين باقا المحادثه على بيلي كبا انت نهضروا باقا في لي مونطا وباقا ما تفاهمناش معاه، حنا بغينا اللاعب يمشي واحد السعر اللي حنا تنقدروه صحيح، نهار غادي اللعاب غادي يسينيو ليه يمشي نهار غنسينيو غنكتبوها في لاباج، عيب كاين لاش الناس يديروا اشاعات لا راه مشى للبحرين لا لاعب راه مشى للبحرين دابا على شي 6 شهور ولا ما نعرف، هما لعاب هنا راه تيلعب في ليسبوار، البارح واحد تيتريني حصلو في تيتريني فيلي باقي فهمتي عنده الوضعيه ديالو فهمتي مزريه في دارهم وهو ما بقاش باغي يتريني تيقول لك انا خصني نمشي تما، حنا مخلينو على اساس راه تنتناقشوا مع الناس دابا راه هما دايرين معنا السيمانه الجايه غيردوا علينا بلوفر الاخره ديالهم باش نقولوا واش اه ولا لا باش نترونسيو، غير الناس اللي زيدوا يديروا بحال هاد ما كعرفش ما كيجيبوا معلومه، حنا ما الرئيس تيهضر مع الناس تيقولوا هو الرئيس يقول تنقول له 50 تيقول لي باقي تيقول لي والله ما قالوا لي شي حاجه، حنا الا كانت حنا راه ما عمر شي لاعب غادي يمشي من هنا وغيمشي تخبيا ولا اي لاعب غيمشي غنقول له بشحال مشى، راه ماشي حرام لاعب يمشي سيرتو لاعب ما بقاش باغي يبقى في الفرقه، واحد ما بقاش باغي يبقى في الفرقه علاش انا وجايب لك عرض مالي علاش تخليه تحرمه هو وتحرم الفرقه ومن بعد سنه ولا سنه ونص دابا غيكون ليه بالدري يمشي فين ما بغى والفرقه ما تستافد والو وتكون ضعتي في اللعاب وضعتي في مونطا للفرقه، خاصنا شويه نطلعوا النيفو في هذه القضيه هذه، ما خاصش يبقى كل شيء راه تبيع اولادهم راه تبيع ولادك تبيع 10 ولا وانت واحد جا فيه عرض مزيان علاش ما غاديش يمشي تضيعو هو عمره ما يعاود يجي عندك تضيع له، وهنا في الكاك عنده المونطون قليل اصلا ما تقدرش تعطيه حتى 10% ديال داكشي اللي باغي نعطيه هما تقدرش تقنعو يبقى وبقى له سنه ونص باش يمشي، يعني من هنا 6 شهور فاش تقالو 6 شهور في قدره يقدر يدير بري كونترا ويمشي ما تسال والو الفرقه، علاش الفرقه ما تستافدش دابا واللاعب يستافد ويمشي سيرتو اللاعب باقي تما تصعدش دابا اللي كيبقى جاي فيه عرض، عشرات اللاعبين مشاو من 2012 ولا 2011 ولا 2010 ما تدي فيهم الفرقه حتى ريال، دابا هذا جا الفرقه غتربح فيه الفلوس علاش حنا تنبقاو نديرو بوليميك من والو، جوج نهار غيتباع غنحطوها في لاباج اوفيسيال هادي غنقولو بشحال مشى بالضبط وغتبان في التقرير المالي، وراه واخا نبغي نخبيها راه اللاعب والقنيطره راه عنده الناس في دربهم راه يقول لهم شحال مشيت. نرجعو لواحد القضيه اللي دايره ضجه هاد الايام هذا، واش كان كتب مسير انتم راضيين ان الدار الصينيه باش الانديه تشري كار للنادي القنيطري، علما ان الكار باقي واقف، والبارح قريت في الفيسبوك كاينين بعض الاعضاء منخرطين جوج نذكرهم بالاسماء سي زروال الرباطي وسي هشام غريب انهم متطوعين انهم يجيبوا الكار ويصلحوه، هذا يجرنا الى الحديث فين وصلت هذه القضيه ديال التامين ديال اللاعبين وديال الناس اللي كانوا راكبين واش كلهم ديكلارين بعدا واش بزاف ديال الاسئله. دابا الكار على قبل الناس دابا حنا فاش طرات الحادثه موراها فاش صافي طمئن عرفنا الحاله ديال كل لاعب واستقرت الامور درنا عده طلبات لعده شركاء على قبل اقتناء حافله جديده، طلبنا جميع الصولات المنتخبه والجامعه والعصبه وكل شيء على اساس الفرقه تاخذ كار يعطيوها كار، حيت راه جميع الفرق في المغرب كياخذوا كار، هذاك الكار اللي عندنا راه ماشي شاريه الكار راه عاطيه ليه الجامعه. طرات لينا اكسيدون اللي باقي بمناسبه نتمناو الشفاء العروي ويرجع لينا ان شاء الله مزيان، طلبنا بطلبات اكريت طلبنا بالتليفون وبكل شيء انهم يعاونوا الكاك في كار جديد. اخيرا رئيس العصبه الاحترافيه دار هذيك البروبوزيسيون داك هذاك المبادره، حنا كنكتب راه تنشكروه ما يمكنش انا وحدين باغيين يعاونوا الكاك ونجي نقول لهم لا ديروا لا صينيه، اين صينيه؟ الناس بغاو يجيبوا الكاك فرق كار حيت الكاك في كاع الحالات ما تقدرش تشري كار، دابا ما تشريش كار. وهذاك الكار اللي عندنا باش يتصايب انا سمعت المبادره مزيانه اللي كانت انا نتواصل معاهم ما عندي مشكل، غير هو ذاك الكار اصلا فاش كان عندنا كانوا الناس كلهم حاجزين عليه كل شيء فيما اللي عنده شي مشكل تيمشي لذاك الكار،
حنا دابا شويه راه تهنينا، مابقاش بنادم ما لقى كيقع عليه شي حجز، كيمشي كيحجز على الكونت ديالك. فهمتيني سي؟ حنا ما عندنا مشكل حتى شي واحد اللي بغى يعاون الفرقه يجيبوا ليها كار، وما يمكنش. انا كنشكر سي بالقشور وراه في تواصل دائم مع الرئيس، مشكور لا في القضيه ديال الكحل لا في القضيه دابا ديال لا في القضيه ديال الحافله. وكنتمناو هاد المبادره تكمل خير والفرقه تستافد من الكار، حيت الفرقه تستافد من الكار. انا ما عندي مشكل، انا كاين شي بهذه الطريقه الفراقي تجمع الكار، كيفاش طرح شي شويه ان الفراقي تكوتيزي باش تجمع الكار. حنا كمكتب فرقه كما كوم يبكاك فرقه كبيره، انا كمكتب انا حط راسك بلاصتي. حنا جا واحد الناس قال لك غنجمعوا الكار كنعطيوها كار. حنا شنو هي احسن اصلا، شنو كانت احسن سوليسيون؟ شنو هي؟ هي يجيو جهات منتخبه ولا الجامعه ولا العصبه كامله تشريهم بفلوس الجامعه ولا العصبه. ما يمكنش انا كنكتب نجي نقول لهم ديروا هادي وما ديروش هادي، هما بغاو يديروا هادي. لا ولكن حتى في كيقول لك ما تمنش دابا هادي راه بحال كيمنوا عليك. انا اسال حاجه، شنو دابا الناس تيطالبوا لي مثلا نمشي نكتب للجامعه نقول لهم خويا هاد لاسوليسيون اللي بغيتو ما خداماش ليا، صافي ساهل. شنو استفدت الفرقه؟ انا كمسؤول تنفكر هي الفرقه شنو تستافد؟ طريقه انا ما تنفكرش فيها. الناس بغاو يجمعوا بغاو يديروا السينياسي، واخا راه ماشي سينيا. الناس رئيس العصبه طلب من الفرقه قال لهم هذا الكاك طرات لي حديث على غدا تقدر طرا لكم نتوما، كلشي خصو يتعاون مع الكاك. رئيس العصبه راه لا علاقه له مع الكاك، راه هو رئيس العصبه. راه هذه هي المشكله. راه هذه المشكله سي السيد بغى يعاون، انا نوضا نقول له لا ما يمنش علينا، ما منش عليك وراه عمره ما هضر. لا عمره ما هضر، هي خرجت. لا ولكن سي عمر هو عمره ما هضر قال انا درت ولا دابا. هما فاش داروا الاجتماع ابارامون الصحافه عرفوا وكتبوا. دابا من ما منش حنا كمكتب تنقولوا حنا نقدروا نمشيو دابا، مفترضوا كاع نبقى انا 10 سنين، مور 10 سنين تلقى الكاك عندها حافله، وانا نكون فخور انني. ولكن عيون التاريخ لا تنام، عيون التاريخ لا تنام، غيقولوا هاد الحافله غتفرحوا بها الناس ديالنا. دابا واش نرفضوا؟ لا انا كنقول لك، انا كنقول لك غير هادشي اللي الناس كتسال. الناس تتقول انا كمسير تنشوف المصلحه ديال الفرقه، غناخذ كار وناخذ كار، وديك الساعه شنو غندير؟ ما يمكنش انا نسد على الفرقه رزقها. دابا الناس تيقول لك لا ما خصكمش تسيروا بالمنح، واخا سيدي. لا ما خصكمش تبيعوا اللعابه، واخا سيدي. لا ما الناس ما يعطيوكمش، واخا سيدي. باش تسير الفرقه، باش تسير الفرقه زعما لي سبونسور. حنا دابا في الهوات، اللي بغى يكذب لي سبونسور غيجيبوا مئات الملايين. الناس باغا تسد عليك جميع داكشي اللي ممكن تدخل فيه الفلوس، وتقول لك سير الفرقه. والله الفرق كاملين في المغرب تيزيدوا بالمناح بتذاكر المباريات وببيع اللاعبين. شي حاجه اخرى كاين لي سبونسور وي، ولكن لي سبونسور ديما تيكونوا تكميليين. المغرب كامل لي سبونسور تكميليين، جبدوا كاع الفرق المغرب لي سبونسور تكميليين. كاين المنح مباشره تجي، خاصها تكون لا بون جيستيون وي، ولكن المنح ما يمكنش واحد تيجي يقول الكاكا تبقى تاخذ 100 مليون ولا تاخذ 100. انا راه غنمشي ما يعطيوناش اسيدي، انا راه غادي نمشي. دابا البلديه جات دابا ما عطاتك والو، افترضوا السي عمر ما عطاتنا والو دابا، شنو غيطرا؟ توقفوا. لا ما افترضوا ما وقفتش، انا نهضروا مع اللعابه وكذا وكذا، شنو غادي يطرا؟ وراه صافي غتزاد هذيك 100 مليون اللي ما عطانيش في الاخر العام يلقاها في المديونيه. راه ماشي ظلمني انا، راه ما نشدهاش حتى ناخذها انا. هادشي الناس خصهم يفهموه، راه اي مسير كان خاص غير تضبط معاه فين تيمشيو الفلوس. حنا تنقولوا الناس ديما فين تيمشيو الفلوس، ما يكونش تيشفرها صافي. اما الفلوس تدخل الفرقه راه ديما ايجابيه، راه اي فلوس تحرم منها شي رئيس سابق راه دابا تلقاها عندك في هذيك 15 مليون راه تحسبها. راه داك النهار في الجامعه عطيناهم طابلو داكشي اللي تحرمت منه الفرقه، لا المباريات تاع التيران، التيران موين تيدخل 15 مليون دابا، ونتيجه هي انا دخلنا 12 مليون 12 مليون في 10 المباريات 120 مليون، في 5 المباريات 60، يعني تدخل في العام 180 مليون موين. تقدر تدخل اكثر تقدر على حسب النتائج. 180 مليون ما تبقاش يلاه راه بحال البلديه، بحال بحالهم بحال البلديه. تتحرم منها علاش؟ حيت واحد تيقول لك وخصهم هما يجيروا الفرقه، راه هما جايين عارفين الازمه خاصو يكون عنده باش يجير. ماشي فرق كاع فرق المغرب تيجي واحد تيبدا يصرف عليها تيبدا يصرف عليها. لا ولكن حنا واش قنيطرة عمر كاين شي واحد يجي يبدا يصرف على الفرقه ما نعطيه والو؟ ما كاينش هذا راه عاد تسمى لا غير هو كيهضر بحال البارح في اذاعه خاصه كتسمع فريق الراك عطى 50 مليون، فريق زمامر عطى 50 مليون، هذه الفرقه عطات 100 مليون بحال حنا في المزاد العلني وكنا كنصلخوا في الفرقه. بس عمر خصنا حنا نوضوا ندافعوا على هاد الناس اللي تيقولوا بهذه الطريقه، خصنا نتناقشوا معاهم، خصنا نهضروا معاهم. اما سي عمر حنا كمكتب انا دابا بالعقل ديالي اللي على قد الحال ما غنمنعش رزق على الفرقه، جا للفرقه كار وباي طريقه كانت بهذه الوضعيه اللي فيها. احنا دابا راه
راه كل سيمانه تقريبا هذاك الكار كان تحيد لنا واحد 3000 4000 درهم. دابا البلديه مشكوره والعماله مشكورين كيعطيونا دو ميني بيس ولا، ولكن راه ماشي نفس الكونفور. لعابه غادي شي هنا شي هنا، حتى هذيك راه تزيد تتخربق لك الفرقه. كتقدر كاع تكري انت كار كامل، ولكن راه كتكري راه 5000 6000 درهم باش في الديبلاسمون. انا باش الناس ما يقولوش ليا استيني هذا انا نضيع فرقه انا فكار. انا شخصيا راه تنهضر هذه القضيه اصلا ما تناقشناهاش دابا في المكتب، حيت يلاه جات باقي حتى ما درناها ما تناقشناش زعما في هذا المال. ولكن راه باينه ما تقولش لا الو استيدا لا هذيك الطريقه ما عجبتناش عطيونا بطريقه اخرى. شنو المصير ديال الكار اللي في بسيط والنور؟ شنو المصير دابا؟ علاش نديرو به ريبريز ولا شنو؟ لا لا اين ريبريز مع من؟ مع هذا الكار الجديد اللي غايجي. هذا الديتاي ما تخلاش معاهم فيه ما قالوش لينا. لا 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 هما دابا الفكره اللي جات اللي تقالت راهم هما غايديروا دي كوتيزاسيون ديال الفراقي باش يعاونوا الكاك اللي طاحت في واحد الحادثه مؤلمه وناخذوا كار واللي ممكن كار ما كار شنو بغيتي دير؟ لا اقل غيكون لا راه غادي يجي فئات العمريه. دابا الكاك فاش غنساليو لا بروسيدور مع دابا حيت الجوندارم كاين واحد المشكل، اللاعبين جاو كاين كانوا في الاول عزيم و والسي العروي ما تيتحركوش، هما لي جوندارم تيبغيو يديروا واحد لو بي في. راه حنا مؤخرا جاو عندنا لي جوندارم تساعدوا معنا، اما نورمالمون اللي يدير حادثه اختي يمشي. جاو دابا قادينا فاش تسد الامور الاداريه نقدروا نهزوا الكار ونجيبوه ان شاء الله. ان شاء الله. راه لا نجيبوا القنيطره، اي واحد بغى يصايبوا يجي يصايبوا، علاش انا نمنع واحد؟ فوالا. واش انا نمنع الرباطي ولا نمنع هشام انهم يصايبوا كار؟ بابا اخويا صايبوا، راه بحال كتقول واسينيا لا نصايبوا خاص صايبوا الكار، لا بغى يصايبوا صايب. شمنا هنا المكتب المسير متبع الحادثه لي زاسيرونس ديال اللعابه كل شيء الراكبين كلهم غيستافدوا ان شاء الله. ما كاينش غنديروا حنا غنتكلفوا بالمحامي باش يدفع عليهم الدوسي كامل، غيكون محامي واحد غيدفع. كاين واحد سؤال او تعليق طريف واحد متتبع قال لك في المدرسه قال لك اللي سقط 3 سنين كيخرجوا، انتم هذا العام الثالث. حنا لا سقطنا 3 سنين عم شي راسنا باينه صح باينه سقطت عامين مشي راسنا. اذا نقرا لك سؤال حتى نجحت العام الثاني مشي راسنا. هذا سؤال نقرا عليك كما جاء، علاش انتم عارفين الكاك غارقه كريديات وكديروا اكثر من 20؟ حنا شفنا مدرسه النادي شنو كيخرج منها؟ هذا العام ما درناش اكثر من 20 انتداب، درنا 15 ولا 16 على حسب الخصاص اللي مشى. باش كتكون في الهوات ما تقدرش تخلي اللعابه راه دابا هذه اللعابه اللي كاينه هذا العام، العام الجاي غادي يمشي هوات دوزيام ديفيزيون الا ما طلعناش وحنا نتمناو الصعود. لما طلعناش راه غادي يبغي يمشي دوزيام ديفيزيون، بغى يطور الامور ديالو سيرتو الماديه. في الهوات في جميع الفرق قليل اللي كيخلص، يعني اللاعب ديما تيكون الطموح ديالو يمشي درجه اعلى، دونك ما كتقدرش تخلي بزاف العدد ديال اللاعبين، كيف خصك تريكريتي عاوتاني، خاصك دير توازن ما بين الامل ما بين الاسبوار وداكشي اللي كتريكريتي وي. اما تقول لي ما نريكريتيش كاع دابا نتايا وباغي تطلع ما تجي صعيبه. حنا دابا ريكريتينا وطلعنا لاعبين من الامل وباقي نقاد لنا الاسبوار. هذا المتتبع كيقول لك علاش ما تعاونوش مع حكيم دمو الا كانوا باغيين الكاك ترجع لمكانتها الطبيعيه؟ حنا نتعاون مع اي رئيس ومنهم حكيم، ما عندنا حتى مشكل. غير ما يمكنش لي انا نفرض على حكيم يجي يدير الرئيس، انا ما نقدرش نعيط له نقول له اجي دير الرئيس بزاف اجي تضرب تماره، خصو هو يكون باغي. هو انا العيب والعار انا اللي منعته ولا درت شي كومبلو باش هو ما يجيش ولا هادشي ما كايناش. راه تيجي بدو حكيم راه ما عندنا معاه حتى مشكل، راه لا بغى يجي الكاك راه الكاك دابا هاي بغى يجي راه يجي يخرج يقول باغي نجي ويجي. هو زعما غنقد له انا في الهضره ولا ها هو راه قاد براسه بنادم تيهضر بسميت حكيم بحال حكيم ما قادش حكيم لا بغى راه غيجي ما راه تيهضر راه تيعرف يهضر مالو بنادم تيهضر بسميتو ولا تيهضر بسميت انسان اخر ولا واحد تيجي تيدير لك خمسه ديال التصاور هادو خصهم يشدوا الكاك وانت غادي تدخل مع بنادم. انا ما بقاش عندي رغبه شخصيه انني نزيد خالي ما بقاش عنده رغبه شخصيه يزيد مابقاش قادر نفسيا مابقيناش قادر. كاين ضغط كبير كاين ضغط يومي في الكاك اللي ديجا مجربو غيفهم تتفهم ان حكيم علاش دابا ما بانش تتفهمها عارف هو شنو واحد هو جمهور جالس تيستف في المكتب تيدير ضامان هذا يخدم معاه وما عارفش الخلافات الشخصيه بيناتهم فهمت انا ما تتفهمش ليا اللي باغي يشد الكاك خصو هو اللي يبان خصو هو اللي يجي ماشي الناس غتبقى تفرض عليه يجي خصو باش يجي هو باغي بحال اللي جينا حنا اللي بغينا حنا بغينا اننا نجيو فاش ما جا حتى واحد حنا قلنا نجيو حتى لو كان دابا شي واحد لما جات واحد يجي غير ما يمكنش انا نبقى تهضر بسميت حكيم تبينو مخاصم معانا حنايا راه مخاصم ما حتى واحد واللي ودابا جبد لي عيب واحد في المسيرين القدام خرج كيقول لهم هاد الناس ما صح اللي بغى يجي في المسيرين القدام جداد حنا ماشي حنا اللي غادي
نعطيو لشي واحد ماشي نعطيو شي واحد بطاقه اش كيتسمى كارت برونش باش يدخل الكاس راه كاين جمع عام غادي يطلع فيه حنا والله كنوعدوا الجمهور ما غندخلوش في الموسم القادم اللي بغى يجي يجي والعمر راه كسبان وحنا واجدين الناس ما عرفتيش انا راه سي عمر حنا دخلنا باش يجي شي واحد سي هشام غريب ياك جبتيه كان جا عندي قال لي واحد السيد باغي يطلع الرئاسه الكاس بلا ما نسميه قلت له قال لي راه بغى يجلس معاهم قلت له صبر نعيط الرئيس نهضر معاه هضرت مع الرئيس قال لي مرحبا دير بقيت اللي بغى يعلمنا نفاليدي ويجي يجلس قلت له سي غريب عاود عيط لي سي غريب قال لي اخي وائل دير بحال ما قلت لك والو هاو فاش دخلت معاه في الاجتماع وجيت عارف شنو كاين مابقاش كيجاوب وهكذا دوالي حنا ما مانعين حتى واحد يجي من دابا كان غير يجي كانت شي جلسه في الرباط مع شي منعشين واش اجانب ولا مغاربه اللي كانوا بغاو منعشين كيفاش منعشين؟ شي جلسه في الرباط منعش عقاري المهم شي منعشين جلسوا معاهم في واش كاينه بدا جلسه في الرباط مع شي حد كان باغي يشد لا شي ناس ما كانوا باغيين يشدوا الكار وما كانش اتفاق علاش؟ لا ما كانش اتفاق ماشي منعشين كاين مستثمر مستثمرين عفوا مستثمر اماراتي فرنسي باقي تنهضروا معاه دابا تيسول في بزاف ديال المواضيع باغي يعرف كل شيء باش بغى يستثمر في الكاك حنا تنجاوبوه داكشي كامل اللي خاصه مؤخرا دابا 10 ايام عطانا واحد الوثيقه قال لنا شوفوا هذه واش مسلك حنا باقي تنهضروا بها حيت هذا فيه مستقبل ديال الكاك كامل يعني واحد المستثمر باغي ماشي باغي هو دابا تيدرس دابا ماشي جا وقلنا له لا راه باقي هنا باقي عندنا نزيمه كلشي متراص شكون اللي كان معاه في الجلسه انا راه عندي انا عارفه كي ما فهمتش اللي كانوا في الجلسه مع هذا المستثمر كان سي ودود لا لا وضح حنا بغينا نوضح لا دابا انا نقول لك مستثمر كيفاش غتعرف المستثمر ضروري تدخل شي واحد سي ودود هو اللي جاب المستثمر هو اللي لاقاه معنا وقال لي هذا السيد باغي يستثمر وكنديروا اجتماعات كاين اللي تيكون سي ودود كاين اللي بار تليفون ما تيكونش لا انا نوضح في هذا المهم حنا باش نساليو مع المستثمر داك الدراسه الاوليه ديالو ويوافق ويكون داكور ونكونوا حتى حنا كمكتب بان لنا ان هذاك الشيء لوجيك راه ما غنديروا والو حنا راه غنكونفوكيو جمع عام ها شنو السيد بغا شنو السيد بغا شنو السيد بغا اختاروا القنطرين نديروا اللي بغيتوا داولك اما حنا ما غناخذوا حتى قرار في بيع الاسهم ولا اي حاجه ما غنديروا والو حيت هذه اصلا ماشي اختصاصات المكتب هذه اختصاصات ديال الجمع العام كاين غير ماشي تخبيا دابا كاين اللي كيبقى يرد بحال الاخبار تخبيا ما يمكن دابا حنا الصحافه ما تخبعنا حتى حاجه انا بغا شحال من حاجه ما انا حتى الزملاء ديالي راه ما عارفينهاش ولكن كاين مصادر كتحتفظ بها دابا كاين اللي كيقول في بحال حنا نخبيوها انا جو سوي با سونسي نقول هذه المعلومه علاش هو راه حنا شهر وحنا تنهضروا معاه تيقول لك انا بغيت تعرفني حتى واحد ودابا انا الاسم ديالو ما عنديش الحق نقوله لا ما نقولوش الاسم لا كيقول لك على الكونفيدونسياليتي هي كل شيء حيت اصلا الا قلت دابا الاسم ديالو راه بزاف الفرق في المغرب ما غيمشيو له دونك خاص يكون داك الشيء بطريقه ماشي كونفيدونسيال 100% ولكن كاينه واحد الامور كتبقى سريه حتى كيتطرق الامور وكل شيء غادي يخرج للعالم نتمنى يكون توافق لان هو المستثمر و المهم حتى من بعد ان شاء الله يتيسر هذا الشيء عرض علينا بزاف ديال العروض هو تيسحب وحنا راه خدامين قال لنا تخدموا تكملوا تخدموا معايا عاد شرحنا المشكل هو ما فهمش السيستم في المغرب تنشرحوا له وان شاء الله يكون خير الا كان راه غتكون واحد الا كان داك الشيء اللي تيقول بعد داك الشيء اللي تيقول تيوريكمون راه بارفي ايوا نتمناو خير نتمناو خير كاين سؤال عبد القرار الاسئله كما كتجي يعني المكتب يدعي العجز المادي في حين يستقطب كل موسم رياضي اكثر من فريق شنو هو الدور ديال فريق الامل؟ لا راه تيطلعوا لاعبين من الامل راه عندنا دابا سبعه اللاعبين يقدروا يلعبوا في الامل ولاد 2002 2003 2004 كاين سبعه اللاعبين تما فيهم واحد تيجيرار وجوج ديما تيدخلوا رون بلاصه كاين واحد هذا سؤال خير هو بحال دابا فريق الامل تيكون عندك فيه 22 لاعب واش هو كله غادي يطلع بحال دابا هذا العام عندنا لاعبين 2002 في ليسبوار ما يمكنش العام الجاي كلهم غادي يطلعوا راه ضروري شي واحد انا يمشيو فرق اخرين بحال ديما راه تطلع احسن اللاعبين اللي كيف الاول حنا دابا مسيليكسيونين الدراري اللي خصهم يطلعوا ليكيب الاول عارفينهم وغادي يطلعوا غدوز شهر من دابا وقيلا غنطلعوا من ليزونطريمون ديال ليكيب باش يعرف راسو راه معانا باش ما نقصي حتى شي واحد هذا سؤال خارج شويه على الموضوع قال لك واحد قال لك واش انت بارصاوي ولا ريال انا بارصاوي اسمع الشريف انا بارصاوي
واحد قال لك سيدي غير يا برصاوي وكيكاوي دابا تجي صعيبه مع النتائج تتفرج هنا تتقلق تتفرج هنا تتقلق يتمناو الوضعيه تحسن. واحد قال لك سيدي ما بغيناش الحل، الحل هو الاستقاله الجماعيه. راه غتكون في الاخر واللي بغاها دابا راه ما تيفكرش في العواقب ديالها، راه ساهله دابا ندير استقاله، راه هي ساهله ليا انا، راه ما تنسالو والو حنا، تنسالو حتى شي حاجه للفرقه وكاسيس ما تنسالو. غير هو نهار غنحطو الصوار تنقولو اولي ما نديرو حنا والو، راه خاصني بدي صرفتني على لي جون وبدي نفكر فيهم واون موا يهضر مع اللعابه باش ما يمشيوش ديك، حيت راه عندك لي جون عندك لاعبين عندهم كونترات كل مرات يقدروا يتليبيرو. هاد اللعابات البحرين داروا بهم اش كيتسمى لي زاجون، قالوا لهم قراوهم كتبوا لهم كتبوا لينا رساله خلصونا لكم، ما كناش ولا كون ما كانش شي واحد مهم تيسير الفرقه عنده زي 15 يوم ديك الدري تيولي ليبر، اما تدي فيه والو. السنه الماضيه طرتنا مع مروان وجده، راه فاش كتخلي الفراغ كتخلي راسك اون فاس لواحد الوضعيه ما بايناش، حنا تنقولوا لهم ما تقدرش دابا تخلي الفراغ والفرقه غاده دايره، راه لاعبين يمشيو لاعبين ما يبقاش يجي حيت ما كي حيت شكون انت دابا اللاعبين؟ راه حنا هذاك اللاعب تيعرفنا حنا، فاش كتقول له السلام عليكم انا مشيت مع من هذه الدهده؟ انا مشيت شوف اخويا تيديروا نديروا جمع عام دابا 15 يوم ونشوف هذاك اللاعب غدا غادي يحط لك ورقه يقول لك عطيني المستحق ديالي ولا تليبيرا، غيتليبيرو غيمشي يديك. هاد الامور كلها جمهور عادي ما ماشي ساقوا فيها، ولكن حنا كمسؤولين عندنا مسؤوليه فيها. اللي مهم هو حنا ما مانعين حتى شي واحد يجي، من اليوم ما مانعين حتى شي واحد يجي. حنا هنا دابا تندبروا الامور في الفرقه داكشي اللي قدرنا عليه. في الاخر العام كنتمناو يبانوا الناس اللي غير ما بقاوش نهضروا بسميات الناس هكا. حيت اللي عنده فم راه اللي باغي يدير الرئيس خصو يكون تيعرف يهضر. ولكن ديروا هذه العمليه ديال مع المستثمر الاماراتي اذا خصكم لا دابا هذه العمليه مع المستثمر الاماراتي راه ماشي مونكاجي خالي للرئيس. لا راه مونكاجي الكاك. الشركه. ميم سي انا نمشي لا ميم سي يمشي نمشي وحنا كنكتب. راه مال المستثمر غير غنمشي وحنا زعما هو ما جايش على ودنا حنايا. المستثمر جاي على ود الكاك. مشيت انا جيت هو باغي يشري الاسهم ما ساقوش في الجمعيه. هو المهم عنده الجمعيه تبيع تسيدي ليه الاسهم باش يقدر يتحكم. هو باغي ياخذ لا ماجوريتي باغي يتحكم في الفرقه تتولي جمعيه لا دور لها. الجمعيه كتجاري شي حوايج ليميتي ولكن الفرقه الاولى والتكوين ما عنده علاقه. ولكن دابا المستثمر المساله ديال الفرقه كتسال اللاعبين كيسالوا اربع شهور لي بريم ما غاتشجعش مثلا هذا المستثمر خاصه انا نشدك انا من هو الكلمه اللي قلتي قلتي حنا ما كنسالو والو ولكن اللعابه راه كيسالو المستثمرين كيسالو وهو داك الشيء داكشي دابا اللي كيعطل هذا هو تيبغي يعرف راه السيتياسيون علاش يدخل هو في راسو 15 مليون دا ديرها فوغ بليس هو داير راه داير حسابه راه عارف يقول هو غيدير اوديت قبل ما غيدخل ماشي غادي يجي وغادي يدخل هو عارف عنده ديون خصو يخلصها فاش يدخل هادي ملي دوموند اللي درنا له انه بغيتي تدخل خصك تحيد بعدا لا ديت عاد ماشي راه عندك اون ديت وخصك تجاري الفرقه ديالك ها هما لي سيفونسيون اللي تاخذ شنو كاين حتى هو كمستثمر تيقول شنو المنح اللي كتدخل الفرقه باغي يعرفها وما يمكنش هو انت جبتي مستثمر تقول له ما تستناش من هذا البلد ما يجي مستثمر راه تيجي تيدير شي حاجه هكا اليطوار لا راه تيضرب الحساب تيشوف شحال اللي باقي خاصو نورمالمون مستثمر تيوجدو تيخليه سو ريزيرف شنو فاش تحتاج الفرقه هو يدفع ماشي انت غتجيب مستثمر وتحبس عليه المنحه البلديه وتسدلو التيران وتسدلو بزاف الحوايج كاين واحد حاجه كدور هاد الايام قال لك كانت كاتار جيت دابا ولات كاك جيت ما فهمتش الكارنيات كيدورو في ديال الكاك؟ مسيرين لا كذوب لا ما كاين فين كيدور؟ ياك كيتفرجوا يصوروا كيتباعوا شي حاجه لا حتى حاجه ما تتباع حتى حاجه ما تتباع حتى لي بوان دو فونت باينين الحساب راه باين حاسب فيهم كاين يتراكيت ما كاينش لا لا ما كاينش اللي عنده دليل يجبدو هو الحاسب هذاك اللي دار راه عادي القضيه ديال الاوراق المزوره حيت كاين اوراق مزوره كاينين هاد الاوراق المزوره ما يمكنش لي انا نمنعها يمكن لي انا ندير بزاف الامور باش نعيق بالورقه مزوره وي في المره الاولى كنا درنا بحال ما في جوج ماتشات الاولين ما كانش الظاهر فاش في الماتش ديال مريرت وهي تبان كنا مشينا بنفس التيكي التيكي كانوا خفاف كي تسكاناو حتى واش نزيدو راه تيسكانيو حتى شدا تيسكانيو تعاود يامبليميا في ورقه مزيان
هو انت كل مره تبدل الورقه وديرها ورقه اخرى اذا كتعرف كتقيس كتعرف صافي هادشي اللي درنا المره هذه اللي فات المره الاولى شدينا 11 راه هما متابعين ما درنا بهم شكايه هذه المره الاخرى هذه ما كانتش داكشي حلينا حتى واحد الحل اسهل علاش ما كتاخذوش الرقم كري ودير فيهم كاشي ديال الكاك اللور مثلا هو اللي غيزور السكان غيزور لك الكاشي كاشي تيتصور كاشي راه تيصايبو واحد عادي ماشي انت تصايبو بشي حتى الكاشي تيتزور فهمتيني سي عمر كاين واحد السؤال هو الحل ديال الزوير هو ما تخرج لي بيك حتى نهار الماتش نورمال ولكن راه فاش كتخرجو انت نهار الماتش راه الازدحام على نقاط البيع تيكون داكشي بزاف وتا في الاجتماع الامني اللي كنديروه مع جميع المسؤولين راه هما تيبريفيرو السيمانه كلها يتباع فيها التيكي غير هو من هنا كنطلب من الجمهور يبقاو ياخذوا التيكي بكري فاش كتاخذوه بكري تتسهلوا علينا الامور كامله حيت نهار الماتش كتكون القضيه عامره وتيكون صداع بزاف دابا هذا السؤال هذا شخص يلكنيش انا هذا كاتب لي السي عمر اذا كان ممكن نبدا تعريفيه لمكتب المسير من خلال اسم الكاتب العام للنادي القيطري يبدو لي انه ليس من احفاد وابناء الشغوفين على النادي او بالاحرى من ميناء اليوطي وشكرا زعما ماشي قنيطري انت ماشي قنيطري عام اللي خلال الاسم ديالك قال لك انت ماشي قنيطري اسمي ما كتسماش قنيطري ونبدا على انا قنيطري انا ولد بام باش راه كل بام راه تيعرفونا الدراري ما تنبان الوالد مع ماشي من المتتبعين الشغوفين بالكاكا دي بصح ولكن هو الوالد ماشي شنو تسعني وانا ولد قنيطره كنجيو ديما كنجيو نتفرجوا من صغرنا تنجيو نتفرجوا في الكاكا نبغيو الكاكا لا ما عندهم شي لا ليست ديال الناس اللي شغوفين يجبدوا علينا خليل ما الخليل نقدموا لهم نعطيهم خليل ولد قنيطره ولد ولاد وجهي كابرين كاملين ولاد قنيطره يعرفوني هي فرصه باش يعرفوا خليل اللي كيسمع هاد الاسماء الجديده يسحب هاد الناس اخي حنا صغار دابا هادو اللي غيجيو من مورانا غتبقى تلقى سمياتهم رايان هاد السميات الجداد هادي القدام سمياتهم القدام هادي راه دايرها اف جينيراسيون خليل المهندس ولد قنيطره انا مهندس ولد قنيطره سليمان ريسبونسابل في الشركه في قنيطره بلا ما نذكروا الاسم ولد قنيطره ولد كاك مهدي بوبويا خلاص راه معروف اسماعيل في الونسيف اسماعيل راه موظف في الونسيف عادي شبادة عنده محل ديالو وعبد الصمد فروات استاذ وكاين اخوان اخرين في المكتب راه مع راكوجي راه حنا كاملين قنيطرين حتى واحد ماشي ولد قنيطره حنا علاش انا ماشي ولد قنيطره انا صدقان عام عندك الجي فلاكا عندي الجي والله الا عندي كاين بعض الانديه كتشكى الملعب قال لك واش الملعب البلدي في ملكيه النادي القنيطري لان هو الوحيد اللي كيستغل وحنا هذا ماشي ما عندنا علاقه حنا كنطالبوا الملعب تيعطيونا حنا ماشي مالكين للملعب وما ترفضوا حتى واحد يلعب في الملعب دليل راه فريق من برا تيجيب شي لعب ماشي حنا اللي تنعطيو الرخصه ما كاينش ندخل لهاد البوليبي مشاهدينا الكرام فاصل ونواصل سي وائل كاين بعض المتدخلين كيقول لك انك كتهمهم بالكذوب في كل مره كيبقاو يدخلوا ولا كيدليو بشي راه كيقولوا راهم كذابه ونفس الشخص كيقول لك شنو هو الجديد اللي جبتو فهمتي كنتو كتناديو انكم غتكونوا شفافين الى اخره ونفس لا وحده بوحده باش واخ اللي تيقول اللي كذاب راه كذاب راه الوقت كتبين واحد تيقول لك اليوم الاضراب تجي في العشيه ما تلقاش اضراب كذاب انت ما فهمتي فاكتويال ما كتزيد عليه ما تزيد عليك واش البارح كان اضراب رايك امين معانا هنا كان شي اضراب لاعبين لعبوا كان مناوشه بين لاعب ولاعب اجاب الاضراب نبقاو نكذبوا على الناس ونبقاو ندخلوا اللعابه في راسهم الاضراب ونبقاو نتصلوا بلاعبين باش نشرحوا لهم ان الوضعيه كارثيه وانكم راكم ضايعين اللاعب راهكم مثلا سايق فينا ما غيلعبش راه ماشي هاد الناس هادو هما اللي تيهضروا مع اللاعبين راه حنا اللي كنهضروا مع اللاعبين وحنا اللي كنلتزموا معاهم وكنعطيوهم حنا وجهنا ماشي واحد مخبي وتيهضر واحد ما ساكنش في قنيطره اصلا وبعيد وما عارف اش كاين وتيبغي هو يقول لي انا الحقيقه راه ما يبقاش الحقيقه انا كنشوف في التيران انا عارف اشنو كاين في الفرقه اللي غايقول لي اضراب ماشي اضراب يجي ونشوف اضراب والا كان اضراب من بعد راه غنقولوا كاين اضراب راه ماشي حشومه فاش ما كتكونش الفلوس ما كايناش راه نص في الفرق ديال البريمير ديفيزيون داروا اضراب هذا العام والدوزيام ديفيزيون حديت ولا حرج الهوات بلا ما نهضروا كلشي كيدير اضراب راه عادي فاش ما كتكونش الفلوس تيكون اضراب دابا حنا غير عندنا مشكل ماشي مع الاضراب اضراب لا كان لاعبين راه مشكورين مكملين معنا العام
غادي، ولكن راه كيحسوا بواحد الثقه، تحسوا بينا تنتناقشوا معاهم تنقولوا لهم اشنو كاين، هما ضامنين رزقهم بالكونترا. فاش كدير معاه كونترا بروفيسيونيل تيكون هو ضامن رزقهم، علاش واحد تيجي من بعيد ويبقى عيط للعابه ويدير بيناتهم السوسه؟ علاش حتى كنوليو خصنا حنا نقصوا مع اللاعبين ونشرحوا لهم، ولا لاعب يعيط ليا يقول لي واش داكشي تكتب، واش بصح خديتو فلوسكم، واش كذا؟ عمرنا خدينا فلوسنا، راه العام فايت كان نفس الاسخاط تيقول نفس الهضره، في الاخر تبين انه العكس، ما خدينا لا فلوسنا لا والو. واش اللي كياخذ فلوسه اصاحبي تيقول لك انا نمشي دابا؟ كاين والو، كاين كيقول لك شنو المشكل؟ لا قال لك متسائل كيقول لك الجديد اللي جبتو. لا الجديد كنتو كتوعدوا بالشفافيه. لا الشفافيه باقه، ونهار الاربعاء غنشوف الشفافيه، غير هو ما كاين حتى فرقه في العالم تصدق لي روسيت ماتش بماتش. حنا درنا مع الناس ثلاث شهور، حنا فاش غتسالي ثلاث شهور الاولى راه غيشوفوا فيها المداخل المباريات، وانا دابا قلتهم لكم اصلا. غير هو راه هذه ديال الشفافيه حنا رفضناها اكثر من الشفافيه، راه ما كاين حتى فرقه المباراه. دابا يجبد لي فرقه واحده شحال دخلت هذه السيمانه ولا من دابا شهر، يقول واحد نتحداه يجبد لي روسيت وحده. حنا راه تنقولوا لي روسيت راه ما عندنا مشكل، شحال هذه راه كانوا تيتانونسوا دي روسيت، انا دابا تنانونسي 22 مليون. واش عمرها تانونسات في الكاك؟ تقدر تكون انونسات في ماتشات لاعبين في بريمير ديفيزيون والقضيه بوزيتيف بزاف. حنا راه دابا في الوقت 22 والجمهور مشكور ريزيست على ذاك لو بري اللي درنا ونتفاهموا. حنا دابا راه تنشوفوا باش تنشوفوا بيناتنا كنشوفوا حتى مع الجمهور واش كاين امكانيه نقصوا من الثمن ولا لا، حيت هو راه غنقص راه في الاخر اوتوماتيكمون راه تتزاد في المديونيه. حنا تنحاولوا نلقاو حلول لي سبونسور، راه تنحاولوا نلقاو حلول، راه الهوات كامل ما فيهاش لي سبونسور. خاص الناس يفهموا، انت ما يمكنش تقارني انا مع مكتب قبل في الكاك اللي كان في الاحتراف اللي سوا كان في بريمير سوا في الدوزيام. الكاك في الهوات مستثمرين بلا ما نهضروا على كورونا وداك الشيء، حتى واحد ما تيعطي. راه البريمير ديفيزيون تيعاني ودابا من سبونسورين ما كاينش. كيجي واحد يطلب منك في الهوات دير شي حلول اكسترا اوردينار. حنا دابا خصنا غير الكاك شنو خصها تومبوريزي، ما خصهاش تصرف اكثر من داك الشيء اللي ممكن تدخل. وحنا راه كان نقصنا العام فايت مديونيه، هاد العام نقدروا ما نقصوش ولكن نحاولوا نخليوها ولا تقدر تزاد شويه، لكن على حساب المساهمات واش كلشي كيلتزم. ما يمكن حتى واحد ما كيلتزم وانا نطلب مني يلتزم، ما غاديش يقدر. الكاك ماشي بحال دابا شي حاجه اللي خاصه ديالي، الكاك ديال كلشي خاص كلشي يساهم. كنتمناو مجلس البلدي يكمل معنا ويساهم معنا في داكشي اللي باقي خاص باش ما تزادش في المديونيه. صافي راه ماشي تيعطيها لهذا المكتب، راه ما غيعطيهاش وبنادم غيفرح. دابا كاين اللي كيفرح لما خديناش منحه، كاين اللي البارح تيقول لهم راه وصلات الكاك المنحه وتعيط للاعبين تقول لهم خداو المنحه. اقسم بالله اليوم باقي ما خدينا ما وصلتش المنحه، مع الربعه د العشيه ما وصلتش منحه لكونت الكاك. تيكتبوا راه خداو المنحه وقسموها وخلاو اللاعبين تيتشكاو. ما وصلتش، حنا واعدين اللاعبين ندخل منها والموظفين ندخل منها ندفعوها لكم كامله، هي خدوا صالير ودي بلاصمو اوطيل اللي جاي وهاد صافي باينه فين غتمشي السي عمر. كيجيو لا هاد النقطه راه مهمه، ما يمكنش انت تجي تطلب من واحد يدير حلول ما نعرف شنو هي وانت تتكذب على اللاعبين وتكذب على الجمهور. وشنو هو الهدف ديالك؟ واش الهدف ديالك هو اللاعبين يكونوا ريكلو؟ مزيان يكونوا اللاعبين ريكلو، ما كايناش امكانيه يكونوا ريكلو. علاش تبدا توسوس فيهم؟ علاش تبدا تدخلهم في راسهم ان المكتب راه ناصب عليهم؟ علاش اصاحبي؟ هو تيهضر معايا كابيتان، تيهضر معنا كل نهار، لي كابيتان كاملين تيهضروا معانا، لاعبين كاملين، التليفون ما تيهداش. كاين علاش واحد تيجي من بعيد تينعس حتى كيسالي الخدمه يبدا يعيط للناس؟ دي يقول لهم لا راه ما غاديش تخلصوا، راه خداو فلوسهم مين ها فلوس. اقسم بالله ما تناخذوش الفلوس ديالنا، واللي عنده دليل واحد انه يكذب على مونس راه شحال هادي كانت كديرها ها كتعرف اش كاين، تعرف شي واحد دارها ها راه كتعرف كاين. حنا على مونس عمر شي واحد جاب سكوندال، سكوندال واحد بالدليل ما كاينش. كاين واحد من المتعاطفين كان جاب شي مشروع ديك روجان سكولير يرك فيه المواكبه والمرافقه. سي جواد، جواد كاكينيتا اللي في فرنسا مشكورا بزاف، خدمنا في الصيف جا هو بيدو من فرنسا على هذا البروجي ديال ديكروجي سكولير. شنو فيه لو بروجي؟ بروجي مزيان، بروجي فريمون حنا امنا به. راه جلس درنا اجتماعات متتاليه مع السي جواد، وهو بوحدو، هو بوحدو من المشروع بلا ما يدخل معاه شي واحد. كاين واحد من المشروع هو جواد، شي الاخر راه تيبغي يركب. كاين جواد هو اللي تيبغي الكاك بصح و تيعرف شنو تيقول، وفاش كنسمعوا الانتقاد ديالو راه تنشكروه، راه هو معروف. وكاين ناس باغين ما فهمناش حنا شنو باغي، واش باغي الحقيقه ولا باغي نكذبوا على الناس. هذاك المشروع السي عمر مشروع مهم، كان يكون فيه مواكبه ديال جميع الفئات بواحد الطريقه اللي زعما تري افونسي كدار فرنسا. بغا بروبوزاه علينا كمكتب، بروبوزاه علينا
مع ستاف تكنيك مع كل شيء. جات في الاول جات دخلات 15 يوم حنا خدامين دابا دايرينهم بزاف معاه ان سيرتا مومون كخصنا واحد كيفاش نوصلوا لواحد المجالس المنتخبه ونوصلوا لوزاره ديال الداخليه ونوصلوا بزاف الامور باش البروجي تيكبر. هو الهدف منه يكونوا شركاء باش يكونوا شركاء. هذاك الشيء ديال الشركاء ما قدرناش عليه وجاو من بعد واحد الظروف اللي ما قدرناش كاع نكملوا قدرنا نكملوا الخدمه. بدينا في الخدمه مع الاداره التقنيه ومع تواصلنا معهم كاملين المدربين حتى هما عندهم دخل كبير في هذا المشروع. هما اللي غيعاونوك باش تولي تتبع الدراري في القرايه ديالهم تتبعو في السبور كتدير ليه ليكور في اداره النادي. بزاف الامور كانوا غادي دار خاصهم بزاف ديال المجهود. المكتب بوحدو كما قلت السي جواد ما غاديش يقدر. اي مكتب ماشي غير هذا خاص بزاف الناس اللي يكونوا ويعاونوا فيه. ويلا السي جواد باقي عنده الرغبه راه خاص بزاف الناس وهذا نداء باش بزاف الناس يتطوعوا باش نديروا هذا المشروع يدار العام الجاي. وحنا ما غاديش نبقى وانا نخدم معاه في هذا المشروع كامون خريط ولا كمحب ولا اي حاجه. غير خاص بزاف الناس يخدموا بالصح ماشي غير الهضره. وكاينين في قنيطره ماشي بعاد هضره جواد راه سمح في خدمته وجا من فرنسا وحالف تيسمح في خدمته عام غيدير اني بلونس باش يجي. تيجي واحد ما فاهم والو فاش تيهضر عليه راه يبقى في كل حال. كاين متداخل اخر قال لك عاود البحث على الحلول راكم ساكنين في الفيسبوك ودايرين دي فوكومنت. كون كنا ساكنين في الفيسبوك الكره ما كنساليوش الفرق عام تنساليوش اصلا باش الفيسبوك تشوف انت كتكمل واحد باغي يقمعك انك تدخل تهضر فيه. انا تنهضر بكونت ديالي اي واحد تنجاوب الكونت ديالي ما عندي حتى شي اشكال. بنادم تيدير مع راسو حكايات وروايات مع راسو وتينوضو هما النيت كينوضو وحدين ما زعما الله يسمح ليهم تيهضروا على واحد بعدا واحد من الخريطة تهضروا عليه لا حول ولا قوة. ايوب شروف من احسن من الخريطة اللي كاينين تيخدموا تيعاونوا ماديا معنويا شو ما ممكن تقول في حقه ما يمكنش تناضوا تيهضروا تيشوفوا تيديروا به التشهير فهمتي. من بعد كيمسحوا هذاك الشيء واحد دير فوكونت راه معروف راه تيقول انا ماشي واحد فوكونت داك الشيء فهمتي جد بائس وما كيشجعش الناس. دابا تنقولوا غيسيروا غيجيو الناس وما يمكنش يجيو الناس وبدا تعاير فيهم ديك الطريقه غير حيت انت مختلف معاهم. ايوب شروف من الخريط كون كان واقف حاله كل شيء والله الكل كاكم زاد لك تسمع من واحد اللاعب اليون داي. اليون داي في شهر 12 في الميركاتو كان جا عندنا قال لي انا بغيت زعما لا ترونش ديالي كاملها باش نقدر نكمل سينو غير خليوني نمشي ما زعما طلب حقه عادي ما تفهم ما قدرناش حنا نعطيو هذيك اللقطه في هذيك المده نعطيوها وما غنعطيوش للاعبين اخرين. هنا كيرجع السؤال حنا قال لي عندنا قال لي نعطيوني لا ترونش ديالي قلنا له ما نعطيوكش ما غاديش نقدروا فحالك فحال الدراري ياخذوا صالير تاخذ صالير ياخذوا بريم ياخذ بريم. كنا نعطي ديك الساعه لاليون لا ترونش كون راه باقي ولكن غنكون ضربت لاعبين بحال الكركاو اللي باغي تيسال من العام ديال طيوح العام اللي طحنا باغي تيسال نوفل ويلا عطيناه واحد شويه في واحد المدخول ديال واحد المباراه تيسال من 2020 فاش كانت كورونا شوف تلاش هو صابر معاك ونجي انا نعطي اليون ولا جويل ولا اي لاعب نعطيه ترونش ديالو قبل من واحد تيسال ديال هذا العام من واحد تيسال. حنا ما تنديروش هذاك الشيء بلا ما الناس يبقاو يحاولوا في فيسبوك يبينوا انه كاين فرزيات ما كاينينش. اليون داي مشى عليه هادشي وفاش مشى كانت عنده عروض وما تفهمش وهذاك الفريق اللي هو مشى ليه ما كاليفياش وبقى هو لاعب معاه. يعني واخا كدير انت ريزيلياسيون كديرهاش في السيستم تدار ان بابي كون كوا اوني بون فاش مشى ما تكاليفياش رجع التواصل بيننا وبينه. ديك الساعه كانت طرات الحديثه وكان خدنا باقي عندنا الخصاص يعني الا مشى باقي الخصاص وتفاهمنا درنا واحد الكومبرومي انه حتى هو فهم اننا حنا ماشي ضده هو اننا حنا ما نقدروش نعطيه هو اون ترونج ضد وصحابو ما ياخذوش ما غاديش يمكن نديرو هذا. من بعد اقتنع بها جا جلسنا عاودنا انولينا داك لو دوسي دابا راه هو مع الفرقه اللي بالشروط ديال الفرقه اللي غتقدر عليهم الفرقه وبلا ما نظلم لاعبين بلا ما نظلم لاعبين اخرين. كاين لاعب بنشاوي تا هو نفس الامر ورجع وراه هو دابا مع الفرقه. كاين واحد السؤال كيتعاود بزاف هو غيعاود لينا نفس السيناريو ديال العام اللي فات والصوره النهائيه والاحضار وما كاينش اللي شدها حنا راه غير بوحدنا وكذا وكذا. سال وقت الحوار جا وقت حط دوك السوارت وخليو الكاك الماليه مكانكم المدرجات صافي يجيو
يجيو ماليها مرحبا به، ما منعناش هاد ماليها. هو تيهضر ثاني بسميه ديال المجهول، الكاك ما يمكنش تخليها للمجهول. يجيو ماليها راه مرحبا به، راه ما كاين غير هو يقول لنا هاد ماليها، الا كان هو معهم يبان ما يمكنش تقول غير ماليها وصافي. الكاك في اي نهار خاصها تكون عندها مسؤول بها، خاص يكون عندها مسؤوليه، ما يمكنش تخلي الفراغ. والكومبيتيسيون كاينه في الصيف تقدر ديرها، ما كاينش لونجو، وميم في الصيف العقود ديال الدراري الصغار وديال اللاعبين يقدروا يتفسخوا لك رابيدمون. من المسافه لك مراسله ما كاين حتى واحد في الاداره، ما كاينش اللي يخلص، ما كاين مشاو لك اللاعبين. ديما خاص الجمهور يفهم الفراغ ما مزيانش، سير تشوف اش تكون لا. حنا بحس المسؤوليه قلنا اننا غنكملوا، راه دابا جيو ماليها مرحبا بهم، حنا ربعا تنتسناو ماليها. الله يرحم الوالدين ماليها. كاين واحد ثلاثة الأسئلة، كان بغينا نعرفوا شكون العالم اللي اقترح انتداب أيوب الكحل وكاك منوع من الانتدابات، واش المكتب يتحمل الخطأ ديالو بتصرف مستحقات اللاعبين المالي الخاص، أما أن الكاك ستؤدي ثمن هذا الخطأ. وهي كان جا واحد التساؤل قبل من هذا، كيقول لك في حالة ما وقعت شي إصابة لهذا اللاعب هذا واش كاين شي تأمين، واش كاين ولا لا؟ هو إلي أون ريجيستري، هو إن با كاليفي، هو تيتريني عادي تيكون معاه غير هو إن با. راه مراكش العام اللي فات العام اللي طاح راه لالي كامل عندهم فرقة وكيلعبوا بلا اسبوار حيت ما قدروش يكاليفيو. هادي التأمين راه عنده التأمين ديالو يعني. فاش كان حيت هو دار الكونترا، راه هو دار كونترا، هو ستي باس دايرين كونترا بروفيسيونيل بحال هادي، حيت خصك دير الكونترا باش دوموندي الكاليفيكاسيون. هذا سي تاع الريسك خديناه، لا ما صدقش راه حنا تنتحملوا المسؤوليه، انا راه محاملين المسؤوليه ديال كل شيء. متسائل نفس المتسائل كيقول بغينا نعرفوا فين هو واحد صوت الجمهور، ما بقاتش كتخرج المعلومه للجمهور ولا بقينا عاقلين الدور ديالهم الاساسي اللي كانت تطهير محيط النادي القنيطري من دوك المنخرطين اللي حتى واحد ما باغيهم في القنيطره. تتفاجئنا بان صوت الجمهور هم اصدقاء المنخرطين المستر عليهم بالاحمر، بغينا شي توضيح. حنا صوت الجمهور ديما كاين، غير هو فاش كنا ماشي في المكتب كنا تنهضروا في الصفحه اللي كنا دايرين، فاش في المكتب راه كاينه صفحه رسميه وكاينين حنا، انا دابا راه تنهضر راه باسم صوت الجمهور، ما لا نتبدلوا حنا لا حول ولا قوه، غير هو الموقع تيبدل لك الطريقه ديال التواصل هادي. والمسؤوليه تدير بزاف ديال تعطي بزاف ديال البوليميك على والو. انا متسائل اخر كيقول لك علاش حتى دخلت الفلوس بدا المكتب كيتخبى اللعابه والمستخدمين ما مخلصينش، علاش كيتخبى؟ رمضان على الابواب، منين دخلت الفلوس؟ يعني ديال الجامعه وديال ما دخلاتش ديال الجامعه، الجامعه بقى ما دخلاتش حتى اليوم دابا تنهضروا، وديال الملعب في الجمعه ديال الملعب راه ديجا شرحت راه كل ماتش كنعطيو بريم كيتراوح ما بين 5 مليون حتى 10 مليون على حساب الماتش ولونجو ديالو، تياخذوها اللي بقى تياخذوها كتمشي حصه لي زوتيل. كاين لي جون تيلعبوا كل سيمانه تيديروا بين 25 30 الف درهم، وكي راه الفرقه عندها بزاف المصاري، راه غير السينيور كل سيمانه وسط السيمانه كاين بزاف الامور. كاين راه كاين اللي يحتاج غير ايرام يدير تشخيص للوضع ديالو الصحي راه كيحتاج 3000 درهم تيخصك تخلصها. هاد الامور كلها ما تعرفوهاش الناس، حنا تنجيريو راه فلوس الفرقه في امان وما كاين حتى مشكل، وغيخرج رابور نهار الاربعاء ديال حتى شهر 12، وفاش يسالي شهر 3 هذا من موراه عاوتاني غنوجدو، غير هو كنفاليديو مع الكونطابل ماشي غير حنا اللي مسؤولين، تيكون الروتار ولكن راه كل شيء غادي تبارطاج. النزاهه الماليه تقرير مالي ديال 3 شهور تكلم عليه السي وائل، قال لك هذا متسائل، قال لك واش وائل هو اللي خدام بوحدو في هذا المكتب فينا هما الاخرين؟ لا واقيلا انا بوحدي اللي تنتواصل ممكن، ولكن الخدمه راه كما قلت لك في الاول راه كاين 6 ديال الاعضاء تيخدموا دو مانيير جورناليير بطريقه ماشي متكافئه، راه كل واحد شنو تيقدر يدير على حسب الخدمه ديالو على حسب الجهد ديالو، ولكن راه الدراري كاملين خدامين ونشكرهم كامل من الرئيس حتى الاخر عضو في المكتب. واحد متسائل قال لك الا ما عرفتش طريق العماله راه يصيفط لك لوكاليزاسيون اذا ما في اشاره الى تقديم استقاله. اه تقديم استقاله راه تيكون في الجامعة ماشي في العمل. واحد كيسول قال لك علاش، هذا سؤال لي انايا، قال لك علاش كتجيب لي وائل فين هو ذاك الرئيس ولا ما كاين رئيس؟ ربما سي وائل رجب لانه هو اللي كيتواصل داخل المكتب، علما في المستقبل اكيد الفريق يفكر في انتداب شي محاور رسمي او ناطق رسمي باسم الفريق. المستقبل انا غادي نمشي قبل ما نديرو ناطق، اكون مأكد الساعه.
ايوا لا بصح باش تبقى باش ما هذه قناعه ما تونغاجينيش على ناطق ولا ماشي حيت ناطق خصو يكون فاهم شنو كاين ما وهذا صوت جمهور هذا صوت جمهور حلاله كيقول لي كل ما حطوا استقاله جماعيه راه غير غنحطوها هذا سؤال استفزازي نوعا ما ولكن ما نقراش كامل سؤالي هو جمع استثنائي عاجل لترك المجال لرئيس عنده شكاره استراتيجيه كرويه وينقذ الفرقه من الغرق اكثر حسبنا الله ونعم الوكيل نجاوب جاوب ولكن هو هذا الرئيس يجي غير يجي انا ما كنعاود غير في بنادم تيهضر في شي حاجه فهمتي ما عندهاش الاخر لا يقدموا استقاله راه قلت لك غنقدم استقاله يبقى الفراغ وفي الاخر العام غنقدموه واخا يبقى الفراغ ديك الساعه كل واحد يتحمل المسؤول هادو اللي تيهضروا يجيو ديك الساعه يخليو الامور غادي هذا سؤال وجيه قال لك بغينا نعرفوا شحال مازال ديال المديونيه اللي في الذمه ديال الفريق دابا ما الحساب حتى اليوم ما عنديش فاش كان في شهر 6 فدرنا جاب العام كانت 10 مليون درهم مليار كانت مليار نتمنوا في الاخر هذا العام سواء تبقى ايكيليبري ولا تبقى غير في هذاك الانترفال هذا وجهنا على حساب دوك الناس اللي المانحين ما يمكنش لي انا نحافظ على المديونيه ولا ما تناقضش بيجي تلفزيون كان لا فيلسوف الاغريقي قال لك اين هو رئيس النادي القنيطري ما هي وضعيه اللاعبين الماديه قضيه اللاعب ايوب الكحل كم ثمن الصفقه وهل هناك جاوبنا عليهم كاملين وهل هناك محاوله لتاهيل اللاعب كاينه محاولات كبيره لتاهيل اللاعب الى قدر الله تستطيع الصعود ماذا سيكون قراركم جاوبناه تمام هذا سؤال علاش ما يجيش حكيم دومو بما انهم ما قدروش على المسؤوليه وطبعا مجيء حكيم خاصو يتزكى الشطابه اللي جاو المنخرطين الى حكيم كان غيجي ويكزيجي اننا نمشيو وغادي ما يكون مرتاح انا مستعد ندعم شوفوا شنو السؤال عادي يبدو نستعمل حكيم والله عايقه عند حكيم فين كتمشي وعلى من كتصرف المنح كديال كاينه واحد 100 مليون 50 مليون بقى ما دخلات لا والناس بقى 100 مليون البلديه فاش غتدخل غياخذوا بها اللاعبين في الغالب غياخذوا بها واحد الصالير وغنصفيو بها المنح التوقيع الاسطر الاولى من المنح التوقيع احنا متفقين مع اللاعبين كاين هنا سؤال جاوبتي عليه تعاقدات فسخ وانتدابات شي حاجه ماشي تلهيه في الكحل ماشي تلهيه هذيك باش نخليو الفرقه غادا في واحد نفس الطريق لاعبين كلهم متكافئين ما نعطيكش انت فريبسيناتي وصاحبك ما واخدش هذه ما غاديش تكون واخا نعرف نفسق مع كل شيء قال لك مستشير او محتضن ما كاين حتى واحد فهمتي قال لك فين وصل المتجر ديال النادي القنيطري هذا سؤال وجيه نعم المتجر ديال النادي القنيطري متجر النادي القنيطري من العام الفايت ما تحرك حتى شي حاجه كنا ناويين نديرو داكشي مع السي الصويري في المحل ديالو ما كنخلصوا لك لا والو البانو غير باقي تما هو سي سوار هذا العام ماشي هو اللي تيدير لنا التموين ديال الالبسه دونك الفكره كلها حبسات حيت الفكره خصها واحد الراس مال حيت كلشي كدور كترجع للفلوس هي باش كنقولوا للناس راه كلشي خصو يعاون باش نديروا بزاف د الحوايج حنا بوحدنا ما نقدروا نديروا والو هادشي واي مكتب جا راه ما غادي يقدر يدورو راه غيلقى قدامه بزاف د الامور خصها تخلص راه ما يمكنش واحد يجي غيواجه مليار ونص غير بوحدو راه هادشي تنقولو المكتب الجاي خص كلشي يجي ويتجمع معنا حنا ما بغاوش يتجمعوا معنا ماشي مشكل ولكن على ود الفرقه راه خص كلشي يعاون هاد المكتب هذا اللي جاي منا حنا نعاونو ولكن راه ما غاديش ندخلو المكتب هذا اللي جاي ما غاديش ندخلو ليه ونعاونوه باي طريقه ما شكون ما بغى يكون قالك علاش ما كانش تفكير في استغلال هاد العمارات الخاويين ايام المقابلات ودير فيهم مثلا لا ما عندناش الحق شي مقهى ما عندناش الحق باقي ما عندناش الوثائق كامله من البلديه اننا نديروا اي مشروع غير هذا كنا طلبناه وباقي التيران كله ما مسلمش باقي شي مشاكل ديال ما يقدروش يعطيونا هذه يقدر رئيس المجلس البلدي يعاوننا فيها الى زعما برك معنا على المسؤولين خاص نتعاونوا عليها كاملين باش الفرقه تستافد غير هي وكذلك واخا يعطيك خاصك اصاحبي راس المال باش تانفيستي باش دير قهوه باش دير سطور باش دير لاصال اي حاجه خاصك تجيب راس المال هو الفلوس نعم في الاخر تدور على الفلوس يعني وثاني المكتب واخا يجي واحد لاباس راه ما عطيش مليار خاصك كلشي يتجمع
الكبول شي عام تنبقاو نعاودو ديما نفس الديسك بان تيردها شخصيه لينا حنا راه يمشي وصح راه كيما مشاو كاع الرؤساء واش ندير فينا يلقى راه لما جا رئيس وايزوليناه غيطرى نفس المشكل هاد الحاجه تايزولي واحد حنا كنكتب دابا شادي زمام الامور في الفريق كنطلبوا من جميع الجماهير تواصل المسانده ديالها وكنشكروها بزاف على زعما داكشي اللي تنشوفوا ايام المباريات واخا النتائج سلبيه الناس كتجي كتزيد تعاون الفرقه كنتمنوا كل شيء يبقى كيعاون كنتمنوا الناس اللي تيفرينيو الفرقه غير يحبسوا شويه يسالي العام باش الا كان باقي شي امل نشدوا في الامل اللي كاين ونجمعوا كاملين حيت راه الا طلعت الفرقه راه ما يطلعش المكتب تطلع المدينه كامله تيطلع الناس كاملين الفرقه تخرج من واحد الوضعيه اللي دابا كارثي ونزيدوا عام ثالث تتولي كارثي اكثر تتبقاش الثقه بزاف الامور تتولي كنتمنوا الجميع ثاني يلتف لا العماله لا سي مجلس بلدي لا الجمهور لا المحبين اي واحد راه ماشي ساره ساهله تسب الواحد ولكن راه صعيبه تجي تخدم اصعب حاجه هي تخدم راه انا غنخرج غنبدا نعاين سهله اي واحد تيعرف يسب تشوف اش كيكون في الفيسبوك مخبي تيسب ولكن فاش كتجي للتيران تجي للخدمه اللاعبين راه ما تيلعبوش بالهضره تيلعبوا بالخدمه تيلعبوا بالثقه وتيلعبوا بالفلوس تيلعبوا بزاف د الحوايج تيخصك تكون قد كلمتك كون ما كناش قد كلمتنا ما كانوش يبقاو معنا حتى دابا او موا من هنا لقدام ما عرفناش شنو غادي يطرى واللي طرى دوك اللاعبين راه عندهم الحق نتمناو بهاد اللاعبين نحققوا الصعود نزيد هاد الماتش عندنا ماتش براج نتمناو باش نديروا به الديكليك ونرجعوا نتائج ايجابيه كلشي يلتف راه فاش كتخسر الكاك راه كلنا تنعايروا كلنا تنتقلقوا ولكن راه المهم هو وسط السيمانه راه داك الهزيمه ولا داك التعادل راه كتبنا وسط السيمانه خاص كلشي يعاون فاش كتنوض تبدا تهضر تبدا تقول اللاعبين ما هذا ما كاين الانتقاد وكاين التجريح كاين بزاف د الحوايج راه لاعب كيجي مقلق غير حيت تيتسب كاين لاعب تيريزيستي كاين لاعب ما تيريزيستيش كاين فهمتي كاين لاعب صغير لاعب كبير كاين اللي فاهم ان هذاك المعيار اصلا راه الداخل ديالو حب ماشي بنادم غير تيعاي كنتمناو كلشي يلتف كلشي يعاون كنشكر الشي صباخ على هذه المساحه وحنا وانا ديما موجود شخصيا ديما موجود وباش نجاوبوا على جميع الاسئله وكنتمناو الناس غير راه كاع الناس دابا اللي تيكتبوا داكشي غلط وتيكذبوا وتيغلطونا وتيغلطوا الراي العام راه عندهم باش يتواصلوا معنا وياخذوا المعلومه حقيقيه ويكتبها انا راه نهار ياخذوا اضراب انا غنقول اضراب راه ما كاينه باس نهار ما غنخلصهم حتى ما نخلصهم دابا تنجي تنقول لا راه مخلصين في 4 شهور ما كيسالوا والو راه دابا غتعرفها ولكن غير ما تزيد شي حاجه ما كايناش كاينه معلومه تخرج كاينه معلومه اصلا ما عندها لاش تخرج واحد تيدخل معاك في شي حاجه ما عندها باش تفيد الفرقه الا كانت الهدف هو الاستفاده الفرقه الا كان الهدف هو غير نتبطوا ولا غير نهضروا باش نبانوا راه كنهضروا ولا باش نتبطوا هذا المكتب ولا راه المكتب راه الي راه زعما طومبوري راه عمرك ما كتكون ديما انا غنمشي غدا وغيمشي المكتب كامل ويمشي السي خليل غيجي رئيس اخر غينوضوا ليه ناس اخرين فحالكم غيتبطوه وغيمشي وهي غدا والكاك اللي كتضيع شكرا سي الشباخ على الاستضافه وشكرا للاخوان كاملين تحياتي اذن شكرا سي وائل حيلان الكاتب العام لفريق النادي القنيطري دائما بتواصل مستمر معنا مع قناه اخبار الفجر المغربيه والفجر سبور اللي كما وعدنا المتتبعين الكرام اننا غنستضيفوا سي وائل كان هذا نتمنى اننا نكون قد اشبعنا فضول جميع المتتبعين وكاننا كذلك وضعنا جميع الاسئله التي توصلنا بها فتحيه للجميع واضرب لكم لقاء مع فاعل رياضي اخر الى اللقاء